من استديوهات العربي 2 في اللوسيل قطر، تحية صباحية لكم مشاهدين أينما كنتم تتابعوننا. اليوم نترافق أنا وزميلتي عهد في حلقة جديدة من صباح النور. صباح النور لك يا عهد. صباح الخير هبة، وأهلا بكل متابعي صباح النور. حلقة منوعة اليوم الخميس 15 من أغسطس 2024، وفيها سنتحدث عن حدبة الدواغر. ماذا تعرفون عنها مشاهدينا؟ الإجابة في الصحة أولاً، ومع وهيبة نجول العالم ونكتشف عادات وتقاليد غريبة. العداء المغربي سفيان البقالي والميدالية الذهبية في أولمبياد باريس. أيضا اليوم أخبار سينمائية عربية وعالمية منوعة مع زميلة ماري تريس في كلاكيت. في الجسم السليم مشاهدينا، نصائح وتمارين رياضية لخسارة الوزن. هذا وأكثر مشاهدينا في حلقة اليوم لحظات، ونبدأ. صباح النور من جديد مشاهدينا، نرحب بتعليقاتكم وآرائكم على رقم الواتساب الذي يظهر أسفل الشاشة أمامكم وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم لدينا الكثير من المواضيع نطرحها أنا وزميلتي عهد، ومتحمسة لحدبة الدواغر. أنا ما بعرف، يعني حاسة هيك مصطلح جديد بالنسبة لي. مصطلح جديد، بس يمكن لما نفوت بتفاصيل هذا المصطلح رح نعرف أنه شائع اليوم. نعم. والكثير يعانون من هذه المشكلة، بنحكي عنها أكثر وتفاصيلها مع ضيفنا اليوم، وأيضا فقرات متنوعة، وعندنا فقرة طبعا المطبخ. نعم. مطبخ صباح النور، واليوم معنا الشيف طارق. صباح الخير يا صباح شيف. الخير شيف. يا صباح النور، أخباركم إيه؟ خير. شو أطباق اليوم؟ أو طبق اليوم؟ طبقين ليه كده؟ طبقين النهاردة إن شاء الله. أوكي، في اثنين. عامل المبكبكة الليبية باللحمة اللي هي عبارة عن مكرونة وصلصة ولحمة في حلة واحدة. رائعة. مش سامع انا اصلا بالمبكبكة الليبية. نعم الليبية صح، ونشرح ليه كمان سموها الاسم ده. نعم. وعاملين من ليبيا بقى نروح فين؟ تونس. عاملين كمونية تونسية بالكبدة. ان شاء الله كمان اطباق جديدة تجربوها. طب لازم امين الأخير. يكون اليوم كمان لحتى يقيم امين. انا زعلان منه زعل كبير جدا. طيب احنا هلا بنحكي معه وبنصالحكم باخر الحلقه، اكيد بيكون بالمطبخ. نعم. يمكن بعد الحلقه، الحلقه الاخيره بقى والفقره الاخيره قصدي، ان شاء الله نعمل بقى ممكن تشويحه لحمه كده او حاجه لو عندنا وقت ان شاء الله. نعم، شكرا لك شيف، رح يكون عندنا اكثر من وقفه معك خلال الحلقه. شكرا شيف طارق. مشاهدينا ننتقل الان لنتعرف على احوال الطقس ودرجات الحراره في العواصم العربيه في هذه الجوله. إلى مواقع التواصل الاجتماعي وما هو رائج اليوم ومشاهدينا. بتهمة التنمر الإلكتروني، رفعت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف دعوى قضائية ضد الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل حول أهليتها للمشاركة في أولمبياد باريس. محامي خليف أوضح أن الشكوى الجنائية المقدمة في فرنسا تتضمن أسماء رولينغ وماسك، وربما تشمل أيضا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اللي شارك بالنقاش عبر تغريدة. وطبعا مشاهدينا، خليف وصلت أو وصفت بالأحرى ميداليتها الذهبية بأنها انتصار خاص وسط موجة الهجوم الإلكتروني اللي واجهتها، وصفتها بالإعدام الرقمي، متهمة رولينغ وماسك بإثارة خطاب يحمل طابع كاره للنساء وعنصري، مما زاد من حدة التنمر الإلكتروني ضدها. طبعا هنا التعليقات حول هذا الموضوع جاءت كثيرة، نقرأ بعضا منها. دكتور هشام يقول: مع أني ضد أنه تلعب المرأة الملاكمة،
إلا أني أتمنى من كل قلبي أن تهزم الجزائرية إيمان خليف التي مسيرتها كلها كفاح بالرياضة ضد الفقر والتهميش بالضربة القاضية، هذا الصهيوني المتعجرف المتكبر، إيلون ماسك صديق مجرم الحرب نتنياهو. هنا تعليق آخر يقول شاطرة بس بالآخر الأثرياء ما يضرهم شيء، بيدفعوا تعويض ويطلعوا منها. تعليق آخر يقول يا صباح التعويض بالدولار والعملة الصعبة. وهنا تعليق يقول كفو عساها على القوة، أحترم كل بنت تأخذ حقها ولا تسكت للإساءة. خبرنا الثاني مشاهدينا الآن وهذا الرجل. في لفتة نادرة أثارت إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي تجسد قيم الأمانة والنزاهة، أعاد عامل النظافة الجزائري حمازة شعشوع مبلغا ماليا يقارب النصف مليار سنتيم جزائري، أي ما يعادل 30,000 دولار أمريكي لصاحبه، بعد أن عثر عليه في كيس وسط القمامة أثناء عمله اليومي. طبعا رغم ضيق حالته المادية دعا شعشوع أصدقائه لنشر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن صاحب المال المفقود، وبفضل الإعلان تمكن صاحب المال من استعادة أمواله بعدما قدم المؤشرات الصحيحة عن الكيس. أوضح شعشوع مشاهدينا أنه قراره بإعادة المبلغ نابع من تربيته على قيم الأمانة وأنه رزق الناس يبقى للناس. هذا الموضوع لاقى تفاعل كبير مع شعشوع. وهنا عزيز يقول وأزيدك من الشعر بيت فقير جدا، إلا أن ذلك لم يمنعه من إرجاع الأمانة لأهلها، ولما جاء صاحب المال عرض عليه مبلغ مالي جراء أو جزاء عمله لم يشأ أنه يأخذ المال، وأكرم صاحب المال بوجبة غذائية عشاه وافترق. على كل حال بارك الله فيه، هو قانع بما كتبه الله له ومؤمن به. هنا تعليق آخر من مسعود يقول هذا الرجل اسمه شعشوع حمازة، مهنته عامل نظافة ببلدية بريان ولاية غردايا، عثر على مبلغ مالي يقارب 500 مليون، هو يقصد 500 مليار أعتقد كما تحدثنا هنا بالخبر الذي تداولته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الوسائل الإعلامية، وقام بإرجاعه لصاحبه الذي أضاعه من ولاية المسيلة. ما زال الخير في بلادنا. مسعود يقول أناس بسطاء لكنهم كبار بأخلاقهم. وهنا التعليق الأخير يقول حقيقة مثل هذا الرجل يخليك تتفائل بأنه الدنيا ما زالها بخير. عهد يعني ما رأيك؟ خبر جميل بالفعل، يعني نحن بنعرف دائما هؤلاء الأشخاص في عندهم أخلاق عالية. صحيح. وهيك يعني بحسوا بغيرهم يمكن أكثر من يلي ما بيعني لهم هذه الأشخاص، أنه يعثر على هذا المبلغ وحتى ما أخذ يمكن أجر كمان. نعم. لقاء أنه عثر على هذا المبلغ، بالفعل أخلاق كبيرة. ومنشوف كثير يمكن مشاهد أيضا على مواقع التواصل هبة لأشخاص، حتى يمكن تجارب بيعملوها على أشخاص يمكن بالشوارع، أشخاص متسولين أنه بيعرضوا عليهم مبالغ، لما يجي شخص ثاني أنه يطلب منهم وبيعطوه من هذا المبلغ، بحبوا أنه يتقاسموا هذه المبالغ لأنه بحسوا بيشعروا بغيرهم. يعني الله يعطي ألف عافية لحمازة. ايه طبعا. وتعليقا على الخبر الأول أيضا هبة، يعني أنت عارفة ربما تفاصيل هذا الحادث اللي يعني إيمان مثل كأنه ردت بالذهب، أخذت الميدالية الذهبية. نعم. والآن تفرغت. نعم. لكل من أساء لإلها، وجه لإلها إساءات أخلاقية وغير أخلاقية، مثل أنه ما سكتت عن حقها ومعها حق، وخاصة الضرر النفسي يلي يعني هي تعرضت لإله إيمان. بالعكس الخطوة يلي عملتها لازم يمكن أنه تعملها وتوصل فيها للآخر، حتى لو يمكن ما كان في نتيجة، ومثل ما كان في تعليق أنه أصحاب النفوذ أو الملايين آخر شيء بيعملوا تعويض، ولكن صحيح. بتكون هي يمكن رجعت شوي من حقها ومن هيك مركزها واسمها. صحيح، وخاصة بأنه يعني مثل هذه الأفعال، أنك أنت تردي حقك مع هؤلاء الأشخاص الكبار واللي بسموهم يعني ربما هم حيتان السوشيال ميديا، شغلة كتير منيحة لحتى كمان تكون عظة لكل شخص بده يتجاوز حدوده مع الأشخاص ربما يتهمهم بالإساءة، أو كما حدث يعني مع إيمان خليف التي تحدثت وكانت متأثرة جدا وقالت أنا مست كرامتي ومست يعني سمعتي كأنثى. صحيح. أعتقد هذا يعني ربما يشكل هيك حد لكل الكلام
اللي ممكن يكون مش محسوب حتى لو كان من أشخاص عندهم سلطة كبيرة. صحيح. على فكرة يعني أغلب التعليقات هذه والإساءات كانت من يعني جهة الغرب خلينا نقول، لأنهم متعودين بمجتمعاتهم على هذه الأمور، غير مثلا عنا والناس اللي كانوا عم بدافعوا عنا. يعني في شخص عطى رأيه أنه أنا يمكن مش من محبي أنه الأنثى تخوض تجربة الملاكمة، عطى رأيه بالموضوع. نعم. ولكن ما أساء. صحيح. على كل حال يعني بالتوفيق لإيمان. نعم. خلاف خلينا نقول احنا بظاهرها ومعها قضائية. صحيح. خلينا مشاهدينا من عناوين مواقع التواصل الاجتماعي إلى عناوين ومخترات من بعض الصحف العربية في منشات. نذهب إلى تقريرنا الأول في حلقة اليوم. مبادرة فردية لافتة لإعادة تأهيل وصيانة بيت أثري مبني على الطراز المالطي سنة 1600 ميلادي، كان مكانا آيلا للسقوط في المدينة القديمة بالعاصمة الليبية طرابلس. الهدف هبة تحويله إلى مركز للفنون يجمع عشاق الفن التشكيلي وأهل الثقافة كي يتمكنوا من التعبير عن إبداعاتهم وأفكارهم. فلنتعرف معا إلى بيت اسكندر للفنون في هذا التقرير. فكرة تأسيس البيت جت بعد يعني 4 سنوات اللي خدي فيها البيت مرحلة الصيانة. طبعاً رأينا في ليبيا إن مازال ما فيش يعني متحف خاص بالفنون التشكيلية، وأنا كشخص يعني مهتم فكرت إني أنشئ البيت يعني كمعرض دائم لمقتنياتي أو لوحاتي الخاصة. بيت اسكندر للفنون فيها عدة مكونات، منها الأتات الأنتيكة اللي يعتبر في أتات لي عمر كبير، منها من مقتنيات عائلة أستاذ مصطفى نفسهم، ومنها هو اقتناهم من شخصيات أخرى. والبيت من مقتنياته اللي هو اللوحات الفنية اللي هي أساس البيت. الحمد لله قدرنا نستمر لليوم، وإن شاء الله يعني عندنا يعني
برامج وعندنا نشاطات قادمة، يعني المبادرة حتى في مساعدة الشباب، ولا يعني على الأقل نخلق فرص لفنانين إن يتمكنوا من عرض لوحاتهم في المكان المناسب. يعني قد ايه حلو هبة انه بعد في ناس بالفعل بتفكر بانه تحافظ على التراث بهيدي الطريقه، وانه تفرجي دائما يعني الاجيال يلي جايه انه كيف كانت زمان، شو الحضاره يلي كانت بهالتفاصيل الصغيره يلي موجود بهذا البيت. صحيح صحيح. بتعرفي عاهد، يعني انا من الاشخاص اللي كثير بحب الجمعات اللي إلها لون معين، يعني تحويل هذا المنزل الأثري لجمعة لأصحاب الفن والأشخاص اللي بيعزفوا موسيقى، أنا بعتبره إنجاز كتير كبير، لأنه فعلا بيولد هيك ثورة موسيقية أو ثورة فنية مختلفة بتبادل الآراء والثقافات حول الفنون المختلفة. يعني كل التوفيق لهم، ونروح أنا وإنتي لفاصل. وبعد الفاصل مشاهدينا نكون مع الجسم السليم مع عهد وحسين، انتظرونا. عدنا إليكم مشاهدينا، والآن مع نصائح وتمارين رياضية لخسارة الوزن، وهذا هو موضوعنا اليوم مع المدرب الرياضي حسين حدروش. صباح الخير حسين. صباح الخير يا عهد. موضوع مهم جدا. صحيح. خسارة الوزن، يعني في حركة، في كارديو، خلينا نقول اليوم نوعا ما. هلا نحن كلنا بنعرف صرنا انه خسارة الوزن اذا بدك 80% منها او 90% هي من الاكل. من الاكل. هلا اليوم موضوعنا مفروغ منه. هلا موضوعنا اليوم الثاني هو شيء نحن بنقله بالانجلش نيت نون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس. هيدي معناتها يعني كل شيء اكتيفيتي نحن بنسويها بالنهار غير الرياضة. غير الرياضة. صحيح. يعني مثل اطلع على الدرج، مثل انه صف السيارة بعيد عن البيت وروح على البيت مشي، يعني حيالله اكتيفيتي في الحركة اليومية اللي فينا نعملها. اذا بدك تنظيف البيت مثلا، او اللعب مع الاطفال، او حيالله شيء بكون عم بعمله بنهاري غير التمرين بحد ذاته. وهيدي كثير مهمة للاشخاص اللي بنهارهم بضلهم قاعدين ورا الديسك، يعني بضلهم قاعدين ورا الكمبيوترات، شغلهم بالمكاتب، ما عندهم كثير حركه يوميه. عشان هيك بيقولوا يلي على المكتب كل يمكن نص ساعه لازم يتحرك. صحيح. للحركه الدوره الدمويه، وبالتالي هيدي كمان عمليه بتحرق سعرات حراريه، وهيدي بتولدك انك تكوني عم تخسري وزن. طيب حاتركك مع التمارين وبرجع لك. شكرا لك يا عهد. صباح الخير مشاهدينا. لكن اليوم تماريننا راح تكون شامله لعضلات الجسم كامل، وكمان راح نكون عم نعمل تمارين فيها لياقه بدنيه. اول تمرين راح نكون عم نعمله راح نكون عم نستعمل فيه الدمبل. طبعا اليوم الادوات اللي راح نستعملهم هن الدمبل، وراح نكون عم نستعمل البنش، وعلى الارض راح نستعمل المات. سو اول تمرين راح نعمله راح نكون عم نستهدف فيها عضلتين، اول عضله هي عضله الكتف، وثاني عضله هي عضله الاجر. سو بهذا التمرين راح نكون عم حط الدمبل تقريبا قريب على الكتف بهذا الشكل، بدي انزل سكوات على الاخر بهذه الطريقه، وبس بدي اطلع بدي اعمل بريس لفوق على السريع. سو بنزل لتحت، ضلني على طول شادد المعده، باخذ نفس، بطلع لفوق، بفضي نفس. هلا بهول التمارين اللي راح نسويهم اليوم نحن راح يكونوا كلياتهم عباره عن 3 جولات بكل تمرين، راح يكونوا 10 تكرارات بكل جوله، وبين كل جوله وجوله فينا نكون عم نريح دقيقه او دقيقه ونص خلال تمارين. سو مثل ما قلنا اول تمرين راح نكون عم نعمل فيها سكوات، راح خلي الدمبل قريب على الجسم بهذا الشكل، قريبه على الكتف بالاحرى، بنزل لتحت على الاخر، الصدر لفوق، باخذ نفس وبفضي نفس على الاخر، بس اطلع لفوق. سو بنزل بهيدي الطريقه بعمل سكوات، اهم شيء الاجرين ما يفوتوا لجوا ولا كثير يطلعوا لبرا، بدي خليهم على مستوى الاجر، بنزل وبطلع على الاخير بهيدا الشكل. هيدي بالنسبه لاول تمرين عملنا فيها، شغلنا فيها عضلات معينه اللي هن عضله الكتف وعضله الاجر. التمرين الثاني اللي رح نعمله هلا هو تمرين بيعلي اللياقه اللي عندنا اياها، يعني فينا نعتبره تمرين كارديو. سو هذا التمرين نحن بنقول له انشورم، يلي هو رح يكون واقف بهذا الشكل، بس اللي علي اعمله اني انزل امشي بايدي لحتى اوصل لبوزيشن البلانك، وبرجع لورا بهذا الشكل. تمرين جدا بسيط، بس التالي كمان كثير فعال وكثير بيحرق سعرات. سو بنزل على الاخر، اهم شيء خلي ظهري بهذا الشكل، ما انزل كثير لتحت، ضلني بالبوزيشن تبع البلانك، والايد والكتف بدهم يكونوا على نفس المستوى. سو بطلع على الاخر، خلي المعده مشدوده، بنزل
بمشي على ايدي بوصل للبوزيشن تبع البلانك وبرجع بطلع لفوق. كمان مثل ما قلنا هذا التمرين بده يكون عم بعمله 10 عدات 3 جولات، وبين كل جوله وجوله فيني اقلل الراحه اللي فيها، يعني بدل ما اعمل دقيقه رست بعمل 30 ثانيه راحه بين جوله والثانيه. هلا التمارين اللي راح نسويها، التمرين الثالث اللي راح نسويه راح نكون عم نستهدف فيها عضله الصدر. سو بدي يكون عم بستعمل البنش، بدي نام على ظهري بهذا الشكل. تمرين البنش بريس بدي احط الدمبل تحت الكتف بهذا الشكل، بلزق كتافي بالبنش، بنزل على الاخير بهذه الطريقه وبطلع لفوق على الاخر. سو انا ونازل باخذ نفس، بعمل التمرين على مهله، وانا طالع بفضي نفس. بدي اتجنب انه انزل كثير لتحت بالكوع، بدي اوصل بس لمستوى الكتف وبرجع بطلع لفوق على الاخر، بنزل على مهل وبفضي نفس فوق. هذا التمرين مثل ما قلنا بيستهدف عضله الصدر وكمان عضله الترايسبس والكتف الامامي. التمرين الثاني اللي بدي اعمله دغري ورا هذا التمرين هو بيستهدف عضله الترايسبس. سو انا بكون عم بعمل تمرينين كانهم ست وحده. سو بخلي الايدين قراب على الجسم، بدي اعمل دبس، بنزل بجسمي لتحت على الاخر وبطلع لفوق. هذا التمرين بيستهدف عضله الترايسبس، بخلي جسمي قريب من البنش، بطلع على الاخر وبنزل على الاخر. اذا بدي صعب شوي التمرين بمد اجري للامام بهذا الشكل، بنزل على الاخير وبطلع على الاخير بهيدي الطريقه. اخر تمرين رح نعمله رح نكون عم نستهدف فيه عضله المعده. رح كون عم بعمل تمرينين ورا بعض كرمال كون عم بعمل نوع من الكارديو وبنفس الوقت بكون عم شغل عضلات المعده. سو اول تمرين رح كون عم بعمله اللي هو السيت ابس اللي بنعرفه كلنا. بدي خلي اجري بهذا الشكل، شد معدتي، باخذ نفس وبطلع لفوق بهيدي الطريقه. بنزل على مهله وبطلع على الاخير بهذا الشكل. اهم شيء خلي رقبتي ستريت، ما بدي اعليها لفوق ولا كثير وطي لتحت كرمال ما اذي حالي. بنزل على الاخر وبطلع على الاخر. هيدي بالنسبه لاول تمرين. دغري من وراها بدي اكون عم بعمل التمرين الثاني اللي هي بدي اكون عم باخذ وضعيه البلانك بوزيشن بهذا الشكل، وبدي اكون بس عم نزل عم قرب ركبي لقدام بهيدي الطريقه. سو كمان هيدا التمرين بيكون عم شد عضلات المعده، وبنفس الوقت بكون عم بعمل كارديو كمان لحتى اعلي دقات القلب، وبالتالي تساعدني بعمليه الكارديو والحرق. سو حط اجري ورا بهذا الشكل، اهم شيء اتجنب ما وطي لتحت كثير ولا علي كثير لفوق. سو ضلني بهيدي البوزيشن لقدام بهيدا الشكل. هلا رح نرجع نعيد التمارين يلي سويناها من البدايه. سو اول تمرين عملناه هو استهدفنا فيها عضلتين، عضله الكتف الامامي وعضله الجرين. سو بس رح كون عم بعمل سكوات، رح احط الدمبل قريب على الكتف، بنزل على الاخر وبطلع لفوق بهيدا الشكل. ثاني تمرين عملناه هو تمرين للصدر وللترايسبس. سو بدي كون نايم على الظهر، مد ايدي بهذا الشكل، بنزل على الاخر على مستوى الصدر، بدي اتجنب ما انزل كثير لتحت بس بوصل لهون وبطلع لفوق على الاخير. بدي اعمل دغري من وراها ترايسبس، بدي اعمل دبس على البنش. سو بدي خلي ايدي قراب على الجسم، بقرب اجري لقدام، بنزل على الاخر وبطلع لفوق على الاخير بهذا الشكل. مثل ما قلنا التكرارات بدها تكون 10 عدات، بدي اعمل 3 جولات. واخر تمرينين سويناهم لعضله المعده. سو بدي اكون نايم على الظهر، بشد المعده، باخذ نفس وبطلع لفوق على الاخير، بنزل على مهله وبطلع على الاخير لفوق. واخر تمرين سويناه هو بلانك بوزيشن. بدي خلي ايدي بهذه الطريقه، خلي الايد تحت الكتف والظهر ستريت. بدي اقرب ركبي لقدام بهيدي الطريقه. سو بهذا التمرين بكون عم بعمل تمرين لعضله المعده، وبالتالي بكون عم بعمل كارديو بنفس الوقت. هيك بكون تقريبا عملت اكتيفيشن لجميع عضلات الجسم، وبنفس الوقت كارديو لحتى تزيد نسبه الحرق. يعطيك العافيه. اهم من هالتمارين مثل ما قلنا
الأكل. صحيح. خلينا نرجع لموضوع الأكل، يعني مهمة هذه التمارين الرياضية مشاهدينا، مهم الاستمرار كمان يعني بهذه التمارين. صحيح. لو 3 أيام خلينا نقول بالأسبوع، الواحد قد ما يكون عم يقدر يزيد حركته اليومية ويزيد التمارين ويضبط الأكل، بالتالي بيكون عم بيلاقي نتيجة أسرع وأسرع. يعني أنت اليوم هدفك إذا بدك تنزلي وزن وتزيدي كتلة عضلية، بدك تكوني عم بتركزي على شغلتين. أول شيء الأكل بنسبة 80% لحتى تنزلي وزن، إذا بهدف تنزلي وزنك. وإذا بدك تكبري عضلة بدك تكوني عم تعملي ريزيستنس تريننج. ريزيستنس تريننج يعني حمل الأوزان. بس نحن عم نقول بتخفيف الأكل، موضوع تخفيف الأكل مش انه الواحد يعني ما ياكل بالمره، لانه في اكل لازم يكون لكن بديل. صحيح. لانه ما راح يتقوى بالنهايه عضلاته اذا ما كان اكل صحي ومناسب ايضا. 100%. في عندك كمان شغله العالم بتفكر اكستريم دايت بتخليهم يخسروا وزن بشكل سريع جدا، وهذا الشيء خاطئ كليا. اليوم عهد وحسين عندهم كل واحد ميتابوليزم بيفرق عن الثاني. صح. سو انت بحق لك لنقول تاكل 2000 كالوريز، انا بحق لي اكل 3000 كالوريز. يمكن الكتله العضليه اللي عندي اكبر، يمكن العمر، يمكن الجندر، عندك 100 فاكتور بتخلي عمليه الميتابوليزم عندي غير العمليه عندك. فبالتالي كل واحد بحق له يكون عم ياكل اماونت معين، وهذا الشيء هو اللي بخوله انه يخسر وزن ويزيد عضل. تختلف من شخص لشخص. صحيح. بالنهايه كل شخص بيعرف جسمه، بيعرف هو لشو بحاجه. اهم شيء مش كل واحد ياخذ يخترع من عنده اشياء ويروح لمختصين. بالفعل بدي اتشكرك انا مدرب الرياضي حسين حدرج، شكرا لك. ومشاهدينا الان الى موضوعنا الطب لليوم مع هبه وضيفها. اليك هبه. شكرا لك عهد وحسين. ومشاهدينا نعم نذهب الى فقرتنا الطبيه الان. ومرض العصر حدبت الدواغر او انزلاق الفقرات ليس مجرد مشكله في العمود الفقري، بل هو تحول يهدد بنصف توازننا اليومي وافساد ايقاع الحياه. الالم لا ياتي تدريجيا بل يقتحم الحياه فجاه مقيدا الحركه. في هذه اللحظه تبدا رحله البحث عن علاج يخفف من وطاه الالم. هل يمكن للتكنولوجيا الحديثه والتدخلات الطبيه انه تعيد هذا التوازن المفقود؟ اسئله سيجيبنا عنها دكتور مجدي ابو ديا، اختصاصي تقويم العمود الفقري. اهلا وسهلا فيك دكتور مجدي. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. يعني اول شيء موضوع انه حدبه الدواغر هو هيك مصطلح شوي غريب علينا، خبرنا عنه اكثر. هي حدبه دواغرز اللي بيسموها عشان زي حدبه العجوزه. لاجل اسم منها. بس هلا هي حاليا هي مرض يعني من امراض العصر، التكست نك، اللي هي الناس من التكنولوجيا الجديدة، التلفون. اللي الواحد بيضلوا يستخدم الكمبيوتر ويضلوا يطلع لتحت، فبصير عنده ضعف في عضلات الظهر والراس بيطلع لقدام، فهاي بتصير عنده بداية الحدبة. فهذا الاسم يعني صار هلأ شائع كتير لأنه عشان العصر والتكنولوجيا والتلفونات اللي بنستخدمها. نعم. إذن يعني الأسباب الأكثر شيوعاً لذلك هو الاستخدامات حياتنا اللي اختلفت، دائماً صرنا للأمام حياتنا. نعم. أكثر من ما هي، وهذا كتير هلأ. نعم. شائع. طيب شو هي علامات تفاقم الحالة؟ كيف بقدر أعرف أنه والله الشخص عنده هالحالة ومتفاقمة؟ هلأ أهم شيء في هذه الحالة أنك تعرف إذا أنت عندك الدواغرز أو إذا أنت عندك البافلو هامب أو في إشي تاني. في ناس بيخربطوا بيجي بقول لك أنا عندي الأهلي كلهم عندهم إياها، فأنا معناها لازم يكون عندي إياها. فبيجي المريض عندك على العيادة في الفحص بتلاقي أنه في عندها أديبوز تيشيو اللي هي عبارة عن خلايا الدهنيات، وهذه سببها بيكون على الأغلب أدوية ومشكلة في الهرمونات. نعم. فبتتجمع الفات على الظهر، على الظهر، وبتفكر إنه هذه دواغرز هم. فهي مش هاي، هذه واحدة تانية بتكون. نعم. فأهم إشي فيها التشخيص عشان تعرف شو هي اللي موجود. دواغرز هم في أشياء تانية، في ناس بيكون عندهم المرض أو الإشي الشائع عندنا في الخليج اللي هو نقص فيتامين د، فهذا كمان بيأثر على العظمات وبيعمل لهم زي كومبريشن أو مضغوطة، فبصير. نعم. الواحد يعمل هيك. فالتشخيص هو أهم شيء. نعم. من الأعراض اللي أنت اللي بتحس فيها أنه صار أو إنها أكثر جدية، بيصير المريض يقول لك أنا في عندهم زي خدران بسيط في الإيد أو ينزل في الأصابع. أو بيكون عندهم هدك وجع صداع أو مش عارف السبب شو هو. فهذه كلها إلها علاقة في الحمل الأمامي للرأس، وبيكون عامل ضغط على أعلى فقرات العمود الفقري اللي هي الفقرات الصدرية الثراسيك. طيب بس هيك لتكون شوي الأمور واضحة بالنسبة لنا،
حدبة الدواغر هي نفسها الانحراف اللي بنعرفه سكوليوز للظهر للعمود الفقري، لا ولكن بال يعني الجزء الأعلى. الجزء لا، هذه هي في الانحراف في نوعين. السكوليوسس هو بيجي على اليمين أو على اليسار. نعم. على الأغلب أو الجنف بسموه. ما بيجي للأمام. بيجي للأمام بس الاسم الثاني اللي بسموه المصطلح اللي هو الهايبر كايفوسس، يعني أفضل شيء لو بفرجيك إياه في العمود الفقري. نعم. هذا الرأس هون. هذا الأمام هذا الخلف اللي بيصير انحناء كتير في أعلى العمود الفقري. هيك بيكون سكوليوز. هذا بيسموه هايبر كايفوسس. أها. اللي هو. أو اللي هو الانحناء الأمامي. أها. اللي هو دواغرز الهامب. حدبة الدواغر. نعم اللي نحن عم نحكي. نعم. عنها. طيب واللي هي ما بتشبه الانحراف بالعمود الفقري. الانحراف بيكون مثلاً لو تطلع من قدام لورا بيكون جاي على. نعم. اليمين على اليسار. أها. في منه S shape. نعم. في منه C cup حسب الجزئية. نعم. طيب اليوم نحن بال 2024 والتطورات الكبيرة التكنولوجية بالمجال الطبي، في تطور لتشخيص هالحالة بأسرع وقت؟ التطور هو موجود يعني إذا كان التشخيص صح. فالواحد دائما لما يروح على أي شخص أو الدكتور اللي بيعالجك أو يعمل التشخيص لهذه الحالة لازم مش بس يكون معتمد على الفحص السريري. أنا دائما مثلا المرضى عندي 90% أو إذا مش 99% بستخدم الأشعة العادية أو بستخدم الإكس رايز اللي هو عشان نشوف كيف الباستشر عند المريض. لأنه هي الوضعية هي الأساس في هذا الإشي. هذا كتشخيص. هلأ كعلاج ما في علاج سريع، ما في علاج سحري، ما في إشي اسمه فوراً حتروح. لازم الواحد يشتغل على ثلاث أشياء: العضلات، الباستشر تبعت المريض، ومع طبعاً التعديل للعمود الفقري. نعم. اللي هي إحنا بنستخدم تكنيكس مختلفة، في منهم تكنيكس زي الاكتيفيتر اللي هي هاي تحفيز الاعصاب الصغيره والعضلات الصغيره اللي في اعلى الظهر عشان يرجع العمود، عشان الانسان يعرف اوكي انا عامل هيك، فانا باجي بعمل الاكتيفيتر مثلا في المنطقه هاي بصير التركيز على الراس، الواحد اوكي انا برجع هيك. فبصير الواحد يتذكر انه كيف الوضعيه الصح. نعم. نعم. طيب بتأثر على نوعية حياة المرضى بشكل كبير، يعني ونحن عم نحكي بالمقدمة عم نقول إنه في أوجاع هائلة بتصير ومن صفر لمية كأنه. صح بتأثر كتير، وفي حالات أنا كان يجي عنده حتى الناس يشخصوهم في فايبروميالجيا مثلا. أو يشخصوهم في المايجرين هديك الصداع النصفي اللي هو بيكون يعني حسب خبرتي في أمريكا أنا الصداع النصفي بالذات ومع تخصصي كانت دائماً العلاج 80% منها أنه أركز على أعلى الظهر على هذا الانحناء، لأنه في دراسات لأنه لحد هلأ مثلاً الصداع النصفي مش معروف شو السبب. بس النتيجة الكلينيكية أنه إذا ما كنت أعمل العلاج هون في أعلى العمود الفقري المرضى 90% منهم يتجاوبوا يقول لك يا عم الصداع تحسن بكمية كبيرة أو حتى أنه اختفى. طيب بس شو هي العلاجات اللي بتستخدمها مع المرضى؟ العلاجات يعني أنا كتخصصي اللي هو التقويم العمود الفقري اللي هو الكايروبراكتيك. يعني هذا التخصص لازم تكون. نعم. في أنت فعلا دارسه 9 سنوات تقريبا، مش أن يجي واحد يقول لك أنا أخذ. صرنا نخاف من هالتخصص ما هذا تعرف منها اللي عم بيروجوا له بمواقع التواصل الاجتماعي للأسف، حتى صار يعني هو من نوع أنواع الفكاهة وأنه يعني صحيح. الواحد أنه يعمل أو واحد حتى يقول لك أنا هذا علاج طبيعي أو يقول لك مساج أو يقول لك أشياء أو تشوفي فيديوهات، بس الناس المرضى لازم تتأكد أنه فعلا الشخص هو دكتور تقويم عمود فقري. يعني للأسف في حالة من الحالات واحد كان لحم وقال عن حاله أنه تقويم عمود فقري. يعني وهذا برجع طبعاً مش بس للناس، برجع إن شاء الله أنا بتأمل أنه للجهات الحكومية عندنا اللي هي المسؤولة عن هذا الإشي تعمل توعية أكثر، تعمل توعية وتعمل رقابة على هذا الموضوع. بس هو تقويم عمود فقري سواء لدواغرز أو لسكوليوسيس أو الانحناء دائماً أهم شيء فيه هو التزام المريض. لأنه في إشي إحنا في هذا العصر بدنا دائماً الحل السريع، الحل السريع. ما في شيء بيجي حل سريع. يعني أنا هلأ الفقرة قبل شوي كان المدرب ما شاء الله بيعمل التمارين وبيعمل الاكسرسايز، اتسألي سؤال إنه هل جسمك بيصير مثلا عضلات وبتبنيها خلال يوم أو أسبوع؟ ما بتيجي. فهذا نفس المبدأ، أهم شيء في تخصص التقويم العمود الفقري أو سواء كانت في حالة دواغرز هام أو السكوليوسيس، أنت تبي تتعالج هذا الموضوع للالتزام. طيب شو يعني الالتزام؟ الالتزام بشو؟ كيف بده يكون البروتوكول العلاجي للمريض؟ يعني البروتوكول العلاجي بالنسبة للكايروبراكتيك اللي هو تقويم العمود الفقري في هذا التخصص في أمريكا ما في تيجي مرة أو مرتين أو ثلاث.
بيجي بيبدا اول شيء حسب الحاله، حسب العمر، وبعدين كم صار لها المشكله، يعني 10 سنين 5 سنين، وبناء عليه بتحدد عدد الجلسات. يعني على الاغلب محل ما انا كنت في كاليفورنيا كنا نشوف المريض 3 مرات في الاسبوع لست شهور. بعدين نعمله مرتين بالاسبوع لسنه، بعدين نعمله مره بالاسبوع لسنه ثالثه. خلال سنه سنتين يس بتحصل النتيجه. هلا في تحكي هذا الكلام نفس يعني يس. وهي الجلسه سريعه يعني ما بتضيع وقت. يمكن 5 مينتس على الاغلب تيجي الواحد يعملها، تعمل التعديل وتطلع عشان تكمل حياتك اليوميه. يعني لو تشوفي هناك مثلا في جنب ستاربكس في موجوده عياده كايروبراكتيك. ليش؟ مثلا التلفزيون في السي ان ان في كانت في اتلانتا، العيادات موجوده داخل التلفزيون نفسه عشان المذيعات وعشان الموظفين والمصورين. لانه هذا على فكره المصورين من اكثر الاشياء عندهم دواجرز هم. يلا سارة انت جبت هلا كل بنات التلفزيون المذيعات والمذيعين والمصورين. نعم لو تشوف الهاد فهي المفروض يكون الحل عملي وسريع. نعم. بس يكون الحل متواصل على فترة. نعم طيب ماذا بالنسبه لكمان الاشياء اللي بنسمعها بشكل متكرر انه هالحاله صعبه بدها عمل جراحي، موضوع العمليه الجراحيه مش مرات بتحل يعني وبتخلينا هيك نختصر اكثر؟ والله هي العمليه الجراحيه انا دائما بحكيها للكل آخر خيار يكون. حتى الجراحين نفسهم هو ما بيفضل أنك تعمل الجراحة أول شيء، وخصوصاً إذا كان إشي بتعلق في الوضعية في الباستشر تبعت العمود الفقري. سواء الجنف، الانحناء، الدواجرز هامب، حتى الديسك. المفروض في العملية لما يصل المريض لحالة خلص مثلاً أنه الأعراض صارت صعبة جداً، بطل المريض يتحرك، صار في خدران أو فقد الإحساس في أي عضو في الجسم أو الإيد أو الرجل، أوكي بس ليش العملية أول خيار؟ نعم. وبعدين بترجع للتوعية، وأنت هذه الكلمة صح اللي حكيتيها، التوعية هي الأساس. نعم. يعني تفضلي. طيب كنت حابة أسألك عن الطب الشعبي، بنسمع إنه الطب الشعبي مهم بهاي الحالة، بنسمع أيضاً إنه في عمليات اللي هي مثل الوضع مثل كاسات الهواء على الظهر، وهي بتخفف كثير من الآلام. خبرني أكثر، هل الموضوع فعلاً بلاقي حلول ولا هو بس كمسكن هيك وقتي قصير وبعدين نرجع لنفس الحالة؟ الطب الشعبي الصح اللي كان قديم اللي هو فيه إنه بسموه الطب الإسلامي كان موجود من آلاف السنين ومن مئات السنين وكان يتعمل صح، سواء كانت من الحجامة أو سواء كانت من الكوبينج الجافة أو الهواء أو العصبة أو فك العصبة. بس المشكلة صارت إنه بطل في هناك الإشي، صار أي واحد يقول لك أنا بعمل طب شعبي. للأسف يجوني ناس كتير ما بده يعمل تصوير إكس رايز، بصر أنا على الإكس رايز في الآخر بيطلع عنده كسر في العمود الفقري، فأنا ليش بعمل هيك؟ عشان المريض نفسه يعرف شو عنده. نعم. ومهذه أكتر واحدة بشوفها مثلا الكسر في أسفل الظهر من الطب الشعبي. أنا البيجي بيخليك على الأرض وبيهوس على رجله، هذا مش علاج. انات يجوني امراض المريض عنده يكون كسر في اعلى الظهر كلافيكل او في الشريان الدم اللي يطلع للرقبه. ومن ويش؟ من وراء انه الطب الشعبي واحد حط في رجله على ظهره. وهذه مشكله، هذه مشكله انا بصراحه بالنسبه لي يعني بطل علاج. ما بلوم الشعب صار. كمان بحمل المسؤوليه لجهات المراقبه. نعم. يعني حالات كان واحد في انا بشوف في المستوى الوطن العربي كله ما في رقابه، حتى في تركيا بشوف فيديوز كثير او في اسيا. نعم. حاطينها وعم بيعمل لك وبيعمل حاله كايروبراكتر. نعم. او تقويم وبسموها طقطقه. نعم. والناس فعلا للاسف عم بتصدق هذا الشيء، خصوصا الموضوع مهم جدا واليوم عم نحكي فيه من هالمنطق. يعني بقول لمشاهدينا انه يعني لو سمحتوا اي فيديو عم بتشاهدوا على مواقع التواصل الاجتماعي لعلاجات الطقطقه، هون دكتور تقويم ام عمود الفقري دكتور مجدي عم بيقول انه هذه الفيديوهات هي فيديوهات كاذبه و عاريه عن الصحه. والمشكله فيها في مصطلح لازم احكيه في الانجليزي اللي هو مثلا بقول لك short term relief can cause a long term damage. في واحد بقول لك انا حسيت براحه. بس انت صح، انت مؤقتا حسيت براحه، بس هذا في الاخر حيسبب لك اثار جانبيه كثيره وحتعيش معها مضاعفات يمكن، وبيرجع لك. نعم. بعد اشهر بقول لك وانا عندي المشكله بس انا ارتحت، بس انا هلا صار عندي دوخه. هذا انت ما عملت شيء، انت زي المسكن. طيب عندي سؤال هيك صغير بنص دقيقه جاوبني عليه لانه خلص وقتنا. موضوع العلاجات الوقائيه، يعني تحدثت انه في بعض الاشخاص بقول لك انه انا جدي والدي عنده هالحاله، انه معناها العامل الوراثي يعني ممكن انه يكون. نعم. كمان له دور بالموضوع.
لكل شخص ربما العامل الوراثي بيلعب دور عنده، هل تنصحه بأنه بعمر صغير يبدأ بتمارين رياضية أو ربما علاجات وقائية معينة؟ أكيد، والمصطلح اللي بيستخدموه في الإنجليزي الجينيتيك إنهانسمنت، مش معناه إذا أنا عندي وراثي أعيش معه. على سبيل المثال، إذا أنت عندك في العيلة هيك، ما يصير عمرك 30 سنة ويكون هيك أو 40 سنة وهيك، لا خليه أتليست أنه خليه سلو داون، أنه تصير 60 سنة ويكون أقل. فالرياضة مهمة كتير، الاسترتشز، الوضعية هي أهم إشي، وهذه النصيحة الأساسية أنك ما تنتظر عبين ما الأعراض تصل أو يصير منظر الواحد أو شوف حاله هيك بعدين بقول لك تعال تصلح لي إياها. الرياضة هي الأساس. نعم بدي أشكرك جزيل شكر دكتور مجدي أبو ديا الاختصاصي بتقويم العمود الفقري، بدي أشكرك على كل هالمعلومات القيمة والنصائح أيضا، شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل ونعود مع أخبارنا المنوعة لليوم، انتظرونا. نرحب بكم مشاهدينا مجددا في صباح النور وصباح الخير مجددا يا هبة. صباح الورد لك يا عهد. الآن مع أخبارنا المنوعة لليوم، وسنبدأ معك بالخبر الأول. والله يا عهد هالخبر يعني مثير للجدل، رح أعرف رأيك فيه بعد قليل. مشاهدينا، ما مصير رائدي الفضاء في مهمة بوينغ بعد المشكلات التي واجهتها مركبتهم؟ أعلنت ناسا الأسبوع الماضي أنه أول رائدي فضاء في مهمة بوينغ قد يضطران إلى تمديد إقامتهما في محطة الفضاء الدولية لعدة أشهر في انتظار قرار بشأن إعادتهما إلى الأرض. كان من المفترض أنه يقضي بوتش ويلمر وسوني ويليامز ما يزيد قليلاً عن أسبوع في المحطة، 8 أيام تقريباً، لكن مركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ واجهت عدة مشكلات خلال الرحلة. ناسا ستصدر قرارها النهائي بمنتصف أغسطس آب الجاري بشأن احتمال عودة الرائدين عبر ستار لاينر أو إذا كان يجب إنقاذهما بواسطة مركبة سبيس إكس. ورغم عدم اليقين أعرب الرائدان عن استعدادهما لتنفيذ ما تقرره ناسا بما يعكس احترافيتهما العالية. طبعاً يعني بعض الأفلام يعني اللي كنا نحضرها هبة مثل كأنا عم نشوفها اليوم حقيقة. تخيلي أنك يكون في عندك يعني مهمة عمل بالفضاء لثمانية أيام تصير ل 2025 بدك تستني بالفضاء. يعني ما بعرف إذا هيدا الشيء رح يكفوا بالفعل 2025 أو ممكن إنه لإلهم حل. الاحتمالية واردة. نعم الاحتمالية أكيد واردة، ولكن الفكرة إنه ما بعرف بيصيروا مثل ما عم بقول لك الأفلام يمكن نحضرها بنتوقع شو ممكن يصير معهم من خلال الأفلام، كيف ممكن الأكل يمكن يخبوه أو ما بعرف، إن شاء الله يرجعوا بسلامة إلى الأرض خلينا نقول. نعم رح أنتقل لخبر آخر هبة. مشاهدينا، كيف يمكن للابتكار أن يكون طوق نجاة في أوقات الأزمات؟ المهندسة الفلسطينية إناس الغول من قطاع غزة قدمت إجابة مبتكرة لهذا السؤال من خلال اختراع نظام لتحلية مياه البحر يستخدم مواد بسيطة ومتاحة مثل صندوق خشبي مغلق بالزجاج والجلد مع طبقة من الفحم النشط لتنقية المياه. هذا النظام المبتكر حول المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب، مما يوفر حلاً عملياً وضرورياً لأزمة المياه في القطاع الذي مزقته الاعتداءات والحرب الإسرائيلية. في ظل التدمير المستمر للبنى التحتية في غزة، يعد هذا الابتكار نقطة أمل جديدة للفلسطينيين الذين يعانون من نقص حاد في مياه الشرب. نجاح التجربة في مناطق النزوح يشير إلى إمكانية التوسع في استخدام هذا النظام لتخفيف معاناة الغزيين، مع إمكانية طبعا تطويره لزيادة كفاءاته في ظل استمرار الحصار. يعني كل التحية لإناس الغول بالحقيقة، وكثير من يعني الشباب والفتيات بقطاع غزة اللي عم بيقوموا عم بيكون كل واحد فيهم بطل يعني بالحقيقة. صحيح. يعني بالفعل كمان الحاجة أم الاختراع. صحيح. يعني هذا الاختراع وهذا الابتكار شيء ضروري اليوم أنه ينتشر، أهم أيضا نعم. من انه يضل او يبقى ضمن نطاق معين، لانه بالفعل الكل بحاجه لهذا. صحيح. الاختراع. كل التحيه لإناس الغول ولكل اهلنا في قطاع غزه. ونذهب انا وانت الى وقفتنا الاولى مع الشيف طارق. اليك شيف. يا صباح النور، كيفك؟ صباح الخير مجددا، اخبارك ايه؟ يلا بخير الحمد لله. يلا بينا. يلا تفضل. صباح النور مشاهدينا الاعزاء، واهلا وسهلا بكم في فقره بقى المطبخ الحلوه.
شاء الله عاملين النهارده اكل ليبي واكل تونسي، فحاجتين كده حلوين النهارده ان شاء الله. عاملين المبكبكه الليبيه اللي هي بتكون مكرونه باللحمه وبتطلع كلها في حله واحده، وده اجمل واسهل حاجه فيها، والشباب اللي بيه ما فيش حد فيهم ما بيعرفش يعملها، دي حاجه يعني ايه واكلها منهم كذا مره واكله روعه. وعندي الطبق الثاني اللي هو التونسي، طبق الكمونيه التونسيه. الكمونيه عباره عن شبه اليخنات بتاعتنا او شبه اللي هي الطواجن، بس احنا بنعملها بطريقه بيعملوها برده في نفس الحله بالصوص والشطه والكلام ده كله، هنشرحه دلوقتي. طيب عندي اول حاجه هنا، خلينا نحط عندي الحلتين، لازم يبقوا معانا سخنين حلو عشان احنا نحمر للمبكبكه، هنحمر اللحمه فيها. فعندي هنا الحله نحط فيها شويه زيت زيتون ونسيبها تسخن حلو، والحله الثانيه بتاعتنا بتاعت الكمونيه هنحط برضو الزيت معانا، وبتحب الزيت كتير عشان نحمر الكبده. ادي الكمونيه، هنبدا اول حاجه عندنا هنا الكمونيه. طبعا الكمونيه بتتعمل بكذا حاجه، في بيعملوها بالكبده، بيعملوها بالكلاوي والقلب، في باللحمه، في بالسي فود اللي هو مثلا خفاج، كاليماري، اخطبوط، تمشي بكذا طريقه. فانا عندي هنا اول حاجه الكبده الضاني، خدت حته الكبده ضاني بالشكل الجميل ده. بعد كده هنبدا نقطعها قطع حلوه اهي، حابين بقى تقطعها مكعبات كبيره، حابين تسيبوها شرايح كبيره كده، زي ما تحبوا، في الاخر هو طعم واحد يعني. ادي الكبده بتاعتنا، طبعا الكبده دايما بيفضل ان احنا بنشيل الزوائد اللي فيها دي كلها اهي، قطعناها مكعبات كبيره، واهم حاجه الحله تبقى سخنه معانا. حلو، هنا الزيت عندي سخن، ننزل بالكبده. في مثلا حد ما بيحبش الكبده الضاني او الريحه بتاعتها الضاني عموما، نقدر نستخدم كبده عجل برده مفيش مشكله، وفي بيعملوها بكبده الفراخ. نشوح بقى الكلام ده كله حلو في الزيت، ومعاه على طول البصل الابيض. عندنا البصل الابيض متقطع مكعبات زي ما انتم شايفين، حجم وسط، بلاش نفرمه قوي او نخليه كبير، يكون متناسق مع الكبده بتاعتنا. ننزل بقى بيه على الكبده ونقلب كله مع بعض. دايما انا بحب لما نحط البصل نحط معاه على طول التوم. كده حطيت الكبده في الزيت وتحمرت، تحمر عليها البصل التوم، ونبدا نقلبها. هنسيب بقى الكلام ده كله يتشوح حلو على نار عاليه كده. طيب ايه اللي بيميزها الكمونيه، وليه اصلا هي كمونيه؟ لان هي الاساس بتاعها البهارات الكمون، بس الكمون بنحطه في الاخر. طبعا يفضل دايما البهارات عندنا تكون فريش، الكمون نحطه اخر حاجه عشان يمرر معانا، هيمرر معانا. ادي الكمون بتاعنا، نسيبه على جنب كده، وبقيه البهارات بقى التابل، الكرويه والملح وفلفل اسود وسنه كركم ومعلقتين او معلقه صلصه كبيره. ادي بقى الكبده اهي. طبعا دلوقتي هنروح على المبكبكه، شوح بس الكبده حلو. شوفوا جمال الطبختين، اصلا اخترتهم عشان بتعملوا في حله واحده، وانا بيعجبني الطبخ اللي في حله واحده سريع عشان الحر اللي احنا فيه ده. طيب ننتقل الى المبكبكه، او المبكبك على راي الليبيين. عندي هنا لحم ضاني، ثانية خلينا نوضحها لكم، لحم خروف ضاني خدتها قطعتها، طبعا شلنا منها العظم اهي. يفضل في المبكبكة اللحمة اللحمة الضاني عن لحمة العجل، بس برضه هقول لكم هي مش قاعدة أساسية، لو حابين تحطوا لحم عجل مفيش مشكلة. حط بقى على الزيت، طبعا أنا هنا سلقتها، حطيتها كده نص سلقة عشان بس إيه نختصر الوقت بتاعنا، تطلع معانا حلوة ومستوية إن شاء الله. برضو نبدأ نشوحها، وهي بتتشوح نفس الكلام، بصل، أدي البصل بتاعنا مع اللحمة،
طيب هي المبكبكه عباره عن ايه؟ سهله بسيطه. خلينا نوضح كل البهارات بتاعتنا. عندي صلصه عصير الطماطم، خدت العصير ضربته في الخلاط مع شويه، خدت طماطم مع شويه ميه ضربتهم في الخلاط طلع الشكل ده. بعد كده معانا نوع المكرونه اللي هي بتكون الصغيره بتاعت المبكبكه بتطلع حلوه قوي. واحده بقى من اسرار المبكبكه اللي في ناس كتير ما تعرفهاش، بطاطس مع المكرونه. بطاطس اول ما اللحمه تستوي مع الصلصه والبهارات اوريها لكم دلوقتي، اول ما تستوي نروح حاطين البطاطس وعليها زيت زيتون والمكرونه، كل دلوقتي هنشرحه. فيلا بينا نرجع نشوف الكمونيه. هنسيب اللحمه تتحمر مع البصل بتاعت المبكبكه. الوصفه نزلت على الهواء. طيب عشان بس الوصفه لما تروح ما تتلخبطوش جامد، هنا اللحمه مع البصل شوحناهم، وبننزل ببقيه البهارات اللي هي مكتوبه عندكم كلها دفعه واحده مع صلصه الطماطم. نيجي هنا للكمونيه، ريحتها الكبده طالعه مع البصل والتشويح ولا اروع. عندي بقى نضيف صلصه الطماطم اهو، وبعد كده البهارات بتاعتنا. عندي التابل، وعندي شويه من فلفل اسود، وعندي شويه من الكرويه، وهم دول توابل تونسيه، ورشه بسيطه من الكركم، واخر حاجه الملح. وزي ما اتفقنا ما تنسوش حته الكمون في الاخر. هنقلب كل ده مع بعض. ادي الكمونيه سهله وجاهزه معانا. طبعا مش هنضيف اي ميه دلوقتي، هنسيبها تتشوح في قلب بعض. ننزل بس النار شويه. بعد كده نيجي للمبكبكه. طيب عندي هنا فصوص ثوم، هنخليها سليمه زي ما هي عشان اللي ما بيحبش طعم الثوم جامد قوي ما ايه ما يضايقوش في الطعم. حطينا الثوم، وعندي صلصه طماطم او معجون طماطم. بعد كده طبعا الليبيين معروفين بياكلوا شطه جامده، او المغرب العربي كله بياكل ايه شطه عاليه. فانا عندي هنا حبتين فلفل حار، هنحطهم زي ما هم. بعد كده عليهم كركم، شويه بابريكا، وعندي ملح، وعندي فلفل اسود. نقلب كل ده مع بعض. طبعا المبكبكه فيها ثلاث وصفات، انا عملتهم قبل كده، عملت واحده بالجمبري او الروبيان، والنهارده بعمل باللحمه، ومره ان شاء الله اوريك كمان بالفراخ. الفراخ اسهل واحده عشان ما تاخدش وقت، هي والروبيان. طيب خلاص حمرنا كل الكلام ده مع بعض كويس، بنروح واخدين شويه من عصير الطماطم اهو. وبنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بنروح سايبينها تغلي براحتها او تبقبق زي ما بتقول اهو. ادي الوصفه بتاعتنا. طيب هنقفل عليها النار عشان نسيبها تغلي براحتها. وزي ما اتفقنا المكرونه، خلينا بس ننضف حوالينا. عندي بقيه المكونات، المكرونه والبطاطس. طبعا هنا اللحمه اول بس ما تتسبك شويه الصلصه والطماطم فيها، هنروح ضايفين عليها شويه البطاطس الحلوين يستووا، وبعد كده زيت زيتون، وبعد كده المكرونه عشان ما تلزقش معانا. نرجع نشوف الكمونيه اخبارها ايه. طبعا انا يفضل ان يكون في شويه ميه، بس انا نسيت اجيب ميه عشان نسيبها تستوي وتتسبك معاها. ندي تقليبه حلوه. طيب اهم حاجه في التشويح ان انا مش عايزها تنزل الميه بتاعتها. اول ما تبدا خلاص تنشف وتتسبك معانا بالشكل ده، هنروح ضايفين ميه تغطيها ونسيبها تغلي على نار وسط، تاخد حوالي ربع ساعة ل 20 دقيقة. فنسيبهم بقى على النار يستووا براحتهم خالص، ودلوقتي نطلع على الزملاء
وان شاء الله نشوفه في الفقره الاخيره مع التقديم وطبق زياده ان شاء الله اذا كان عندنا وقت. شكرا لك شيف، يعطيك العافيه. شكرا شيف طارق. طبعا بنهايه الحلقه رح نكون موجودين معه لاستكمال باقي الأطباق. مشاهدينا، قصص وحكايات، عادات وثقافات غريبة قد تتعرفون عليها لأول مرة خلال رحلة استكشافية إلى أماكن مختلفة حول العالم في برنامج مع وهيبة. نعم يا عهد، هكذا اختارت التعريف ببرنامجها. اهلا وسهلا بك وهيبه ابو حليس. كيفك اليوم؟ اهلا وسهلا. صباح الانوار يعني زميلاتي وصديقاتي، انا في ضيافه هبه، وهيبه في ضيافه هبه، وفي ضيافه عهد. شكرا لكم. أهلا، شكرا لك وهيبه. يعني نحن هيك بنشوفك دائما تحت وراء الكواليس، وبنعرف انه شخصيتك هيك مريحه وفي عندك هيدا هيك الجانب الكثير حلو. وحلو هالبرنامج مع وهيبه انه عم بيبرز مع وهيبه مثل ما نحن بنعرفها لوهيبه. خبريني اكثر عنه، نبذه عن فكره البرنامج، كيف بلش؟ هو شكرا اولا، انا بحب اني اكون شخصيه هيك دائما مرحه، هذه شخصيتي الحقيقيه. اول ما بلشت الفكره اولا هي كانت عباره عن، انا من زمان كنت بصور تقارير للتلفزيون العربي واحد اللي هو التلفزيون الاخباري، وكنت اطلع في رحلات برا الدوحة وبعمل تقارير، بس كان تقاريري شوية مختلفة، طابع مختلف مش كثير إخباري، وكان نفسي دائما أطلع من هذا القالب الإخباري يعني. ففي واحد من المسؤولين بالقناة يعني طلب مني أني أعمل التجربة مرة أخرى، فطلعت وصورت أشياء، فجت الفكرة أنه ليش ما يكونش برنامج، أحسن ما تكون تقارير وبنفس الوقت فيكي أنك تطلعي بشخصيتك الحقيقية بدون ما نستعمل اللغة العربية يعني الكلاسيكية الثقيلة، ونطلع ونشوف ونعمل اكتشافات. وهيك بدأت الفكرة، وتم ربطها باسمي مع وهيبة لأنه الفكرة من الأساس لازم تكون مرتبطة بشخصية الشخص. فهذه هي يعني بشكل مختصر. يعني خطوة أولى كانت لنتعرف أكثر على وهيبة، وأنك أنت يعني مثل تفرجي شخصيتك أكثر يمكن على الشاشة كمان. قبل ما نستكمل حديثنا وهيبة بدنا نشوف الفيديو الترويجي أو البرومو لبرنامج مع وهيبة ونرجع. إحنا هنا في أعلى قمة. هيك كانت البيوت. ما تستغربوا كثير، الطرق زي ما تشوفوا وعرة جدا جدا جدا. الدومة الأوزبكية، أنا في واحد من أهم ملاعب العالم. هذا هو قلب الحصان، قلب الخيط. تمت المهمة بنجاح. يعني الفيديو هيك لحاله بشد يمكن المشاهد انه يحضر هالبرنامج. وهيبه خبرينا عن تفاصيل يمكن المحتوى لهذا البرنامج، واكيد انك من محبي السفر، يعني الواضح لهيك برنامج انك انت بتحبي السفر، تهوي السفر والتفاصيل وتتعرفي على اشياء جديده ايضا. انا قبل ما نكون نحب السفر انا بحب الناس. انا نحب الناس، نحب الثقافات. يعني انا مثلا لو اروح لاي دوله في العالم حتى لو ما بعرف فيها احد، بطلع في الشارع ونبلش نحكي مع الخضرجي، مع اللي بيع، ونضحك ونمزح مع هذا، وما عندي حدود، ما بعرف ليش يعني هذه شخصيتي. حتى أولادي ينزعجوا أحيانا مني من كثر ما أنا جدا اجتماعية. فالسفر إيه بيعرفني على ناس جديدة، لأن أنا بحب أعرف الناس، أنا بعرف الناس يعني بشكل دائما مستمر. أنا كل فترة عندي أصدقاء جدد، ما مش دائما يعني هم نفس عندي أصدقاء محدودين، لكن كل فترة بحب أتعرف. ففكرة السفر إيه، أنا بحب السفر من وأنا صغيرة، كنت أتمنى أني أسافر دون حدود يعني. بس فكرة البرنامج هو أني يعني أستكشف، يعني أروح لأماكن غريبة، ممكن أتعرف على ناس، أتعرف على أكل، على ثقافات، على رقص، على موسيقى. أنا حتى شخصيتي كشخصية لما نسمع الموسيقى ممكن نكون في الشارع، ممكن نعمل حركات رقص يعني. وهذا شيء يعني تلقائي، ما بفكر فيه أنا يعني، بشكل عفوي بيطلع، بشكل عفوي بيطلع معايا. فربما عشان هيك فكرة أنه أسافر تلبق لي أكثر. وأنا يعني فيه زي ما تقول
عشق بس مسموح مش ممنوع. حلو. نعم وهيبة، أنا عندي فضول أعرف أشياء بتخص السفرة تبعت سلطنة عمان. سمعنا أنا وعهد يعني بعض الأخبار عن يعني عمانيين التقيتي بهما، محمد وعلي. خلينا نحضر هيك شوي فيديو قصير ونرجع لنحكي عن هالتجربة من عمان. في رحلتنا السابقة بوادي نحيز بمحافظة طفار بحثاً عن الكهوف، التقينا العم علي الذي كشف لي سر اللغة الجبالية. احنا اليوم مع سكان اهل منطقة او جبال ظفار اللي يتحدثون بلغة خاصة هي اللغة الجبالية، ومعانا الحاج علي. السلام عليكم حاج. عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. طيبة. علمني كلمات باللغة الجبالية. كلمات؟ اي هذا لبل ولا يا 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 صندقة البيت؟ البيت هذا نقول له صندقة. صندقة صندقة. وهذا الغان نقول له خدر. خدر خدر. اها طيب ايش هي اكثر اشهر الكلمات عندكم؟ الكلمات اللي تقولوها يعني كل يوم في ال... احنا كلمات الحيوانية هذا عرنية نهربية. عرنية عرنية نهربية نهربية. ايش معناتها؟ سمعت سمعت يا ديت هذاك هلا 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 بيت هدا زمغي يشرب هدا رجال حليب زمغي يشرب هدا رجال حليب. ايش الرجل كي ايش اسمه؟ الرجال غيت رجال اسمه بالجبه غيت. والمراه؟ والمراه تث 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 وغيت. بس قبل ما يعني احفظتيهم ما غيت. العم محمد ولا العم علي؟ هذا العم علي. نعم طيب بدنا نعرف عن العم محمد كمان، تخبرينا. في عندي قصص كثيره من سلطنه عمان، اخبرينا اكثر. اولا سلطنه عمان تربطني بها هيك شيء روحي ما بعرف شو هو بالضبط. القصة هي أن احنا كنا رايحين نصور مغارات في 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 سلطنة في محافظة طفار تحديدا في صلالة، وضعنا هذه حقيقة ضعنا وضلينا نلف في مكان واحد لأن هناك الجي بي اس شكله ما بيشتغل بشكل جيد. فنزلنا نصور في مغارة صغيرة، فجأة نلف ألاقي العم علي جايني من بعيد يمشي حافي وخلفه مجموعة من الجمال تركض وراه. فأنا بمجرد ما شفته صعقت. صرت أنادي على الكاميرامان عشان يلف الكاميرا ويصوره. فلأني ما عرفت وش نقول له عشان ننبهه بقول له بص بص فيه نبي جاي. مش عارفة كيف طلعت معايا. هيك لأني حسيت عنده هالة. رجل غريب جدا عمره في التسعين ما شاء الله، يعني قوة بدنية وسريع ويحكي ولطيف، كان لطيف جدا معانا واستضافنا ودانا للمغارات البعيدة ويمشي حافي. يعني أنا حسيته أنه شخص طلع لي من كتاب تاريخ. ما كان عنده عرض. بدنا نحكي عن العرض إحنا. فعلاً وكان عنده عرض وطلب مني الزواج. حلو. وإني أعيش معاه في الكوخ. وأعيش في هذيك الطبيعة. حبيتي يعني هالطبيعة والكوخ؟ أي والله حبيتها. قديش هو بسيط وعنده هيك كمان عفوية. أي عفوية. لا وأنا بحب الحياة العودة إلى الطبيعة، بحب هذه الحياة البسيطة وبحب الناس البسيطة. أنا دايماً أحاول في رحلتي أروح للناس العادية البسيطة جداً. لأن هذوك هم الناس الحقيقيين. يعني هناك تشوفي الثقافة الحقيقية، تشوفي الشخص الحقيقي بكل ما يحمل من معاني. يعني فعشان هيك أنا كثير انبسطت. نعم يعني تحية للعم علي، خلينا نقول محمد أيضا. سلطنة عمان جميلة جدا بطبيعتها وفيها كنوز، خلينا نقول من خلال هالتجارب أيضا وهيبة. في هيك تجارب مميزة يمكن كانت في عندك أكبر قبر يمكن في العالم زرتي أيضا، حطينا عن هذه التجربة. هو العم محمد أيضا هو جزء ثاني من القصة نسيت نحكيها. هو عم محمد أيضا هو تقريبا من نفس منطقة العم علي، لكن ويجيد نفس اللغة. فروحت زرته عشان نعرف المزيد عن اللغة. أما أطول قبر هو موجود في أيضا في صلالة في المدينة. هو اللي يقال حسب كلام العمانيين لعمران والد السيدة مريم العذراء. فإحنا رحنا زرناه وباعتبار وهناك يعني هذا الموضوع تحديدا يعمل يعني كثير من
الشد والرد والكلام لأنه كل دولة تقول لك أنا موجود عندي هذا القبر. صحيح. أنا موجود عندي هذا القبر. حتى شخصية عمران لحد اليوم فيه اللي يقول هو نبي، فيه اللي يقول هو مش نبي، على حسب. لكن إحنا حاولنا أننا ننقل الصورة زي ما يراها العمانيون بتجرد، لا ننكر ولا يعني نثبت، إحنا فقط نقلنا الصورة الموجودة في صلالة، لا أكثر ولا أقل. نعم. وهيبة، بدي أسأل عن المخاطر أو التحديات اللي واجهتيها، لأنه أنا بعرف شغل على الأرض مش مثل ما بيطلع بالآخر بالصورة الأخيرة على الشاشة، في تحديات يعني أكيد. وراء الشاشة، خبرينا عنها أكثر. أكيد. أنا كشخص أنا مراسلة بالحقيقة يعني بالواقع، ودائما يكون في تحديات، مشاكل، يكون في أحيانا مثلا بعض الناس ترفض تطلع معك في آخر لحظة، تغييرات في يعني تتغير يعني الأشياء اللي تكوني أنت مرتبت لها في آخر لحظة فترتبكي. المخاطر بصراحة أنا بحسها هذه هي الشغم، هذا هو الجمال الحقيقي. أنا ما بحس بالمخاطر الحمد لله، دايما معايا تيم جيد وزملاء جيدين دايما يطلعوا معايا في الرحلة. احنا بنحاول قدر المستطاع أننا ما نروح الأماكن اللي ما فيها يعني أمان، ولو أني أنا أتمنى أن نروح لبعض الدول مغامرة اللي فيها المغامرة الحقيقية، لأن عندي حب الاستكشاف، نحب نكشف الأشياء اللي مش كثير ناس شافوها. أحب وأتمنى أن دائما الله يعني يوجهني إلى ذلك المكان. حلو. بأقل جهد. حلو. طيب ما زالك بتحبي يعني هالأماكن يلي مش كتير ناس بيكتشفوها، كمان هون عم نحكي عن الوجهة يلي بتختاريها أنت. اليوم يمكن في كتير برامج عن السياحة وفي كتير مناطق صار الكل يمكن بيعرف تفاصيلها، ولكن في تحدي اليوم أنك تختاري مثل ما قلتي أماكن يمكن فيها أشياء غريبة، فيها أشياء ما حدا بيعرف عنها، فكيف بتم اختيار المكان يلي بدك تروح عليه؟ الكثير من البحث، أحاول أني أبحث بشكل كبير، أبحث أبحث أبحث، أشوف كمية كبيرة من الفيديوهات، وإذا ما قدرت أروح لسكان المناطق. يعني مثلا أنا نفسي أروح العراق من ضمن المخططات، أقعد مع كذا زميل من العراق، أجلس أحاول أعصر له الذاكرة، تتذكر شيء معين في مكان معين، هل عندكم شيء هيك مختلفة؟ بحاول أعتمد على بعض الزملاء، مع بعض الأصدقاء، ناس ربما حتى أتواصل مع سفارات، ما عندي أي إشكال. يعني أنا الحدود، وبنفس الوقت أعمل بحثي في جوجل، أعمل بحثي في يوتيوب ودواليك، يعني هذا من ضمن الطرق. وأحياناً رب العالمين توفيقات من الله، زي العم علي توفيق رباني، يعني صفر مجهود مني، كأنه الله سبحانه وتعالى أرسلوا لي. حلو. هو دائماً بالسفر يمكن بيصير مواقف، بيصير أمور ما كنت مخططي لها يعني. صح. وممكن تطلع حلوة كمان بالبرنامج. صحيح. بدي أنطلق من تعليق عهد وأسألك كمان مرة وهيبة عن الفرادة الشخص بتقديم برنامج مكرر بكتير من القنوات الأخرى. اليوم أنا شو بعتبر برنامج مع وهيبة؟ شو رح يقدم لي شيء عن جد مختلف؟ يعني بتعتقدي بالوجهات اللي تحدثت إنه أنت بتحبي إنك تروحي على محلات مش كتير الناس عم بتروحها، أو بشخصية وهيبة نفسها وطريقة تقديمها؟ أنا بجاوبك شخصية وهيبة. لازم يكون في شيء. أنا بعرف أنا. بس مش لازم يكون في شيء يعني خاص فيك. يمكن مش بس الشخصية، أنا كثير بضحك على فكرة، في كل فيديوهاتي بضحك، لما ما فيني أتوقف عن الضحك. يمكن مش بس الشخصية، يمكن كوني امرأة وقليل ما تلاقي رحالة امرأة، هذه مش كثير، ربما عند الأجانب أكثر عندهم، أكثر ربما. صح. عندهم المرأة جريئة وتطلع، وربما عندها خلفية صحفية كإعلامية ومذيعة سابقة وأيضا مراسلة، ربما هذه كمان، وربما امرأة شوية مش كثير صغيرة، يعني أنا في سني يعني مش كثير صغيرة، فهذه أشياء كلها بتلعب دور. فبحس أنه ممكن أطلع شيء مختلف عن لاني انا انطلاقتي صحفيه، انا انطلق من نقطه الصحفي، فيكون عندي الاحساس الاستقصائي يمكن اكثر شويه، او ربما نحب نبلغ المعلومه بطريقه مختلفه شويه عن واحد بلوجر او رحال عادي. ربما. نعم. طب اليوم تقريبا كم حلقه صار نازل؟ خلينا فيها اربع حلقات، ثلاث حلقات او اربعه من سلطنه عمان، وحلقه نزلت من الدوحه، وفي حلقات أخرى من الدوحة أيضا، حلقتين ربما، وفي حلقة من أوزبكستان وأخرى من نيويورك إن شاء الله. طيب الحلقة القادمة يعني شو ناطرين؟ شو في شيء جديد؟ في شيء غريب رح يكون؟ في شيء حمسينا خبرينا حمسينا عنه قبل ما تنزل الحلقة. هو يمكن في كثير ناس ما بيعرفوا إنه في قطر في مستشفى للصقور،
صقور بتتعالج في مستشفى. انا دخلت حضرت عمليه لصقر العمليه فروم اي تو زد. في كثير ناس ما بتعرف كيف تتلحم الريشه لما الصقر يطير ويتعرض لاصابه، ولانه الصقور غاليه وثمينه للصقارين يرجعوا يعني تنكسر الريشه، لكن الريشه لا ترمى. ترجع الريشه بطريقه تجبير معينه راح تكتشفوها في ال... وايضا انتم ما بتعرفوا انه الصقر يعمل مانيكير كمان نعم يعني في تفاصيل لا في تفاصيل رح نعرفها. في مفاجاه كمان قلتي لنا يعني مفاجاه في واحده من الحلقات الاخرى اللي هي حلقه اوزبكستان. ما رح تقولي لنا شيء عن تفاصيل ما في هيك. انا عندي حشريه اكثر كثير. خلص مشاهدينا لكن انتظروا حلقه الصقر يعني عمليات الصقر واوزبكستان مع وهيبه. نذكر بس بالوقت البرنامج سريعا، هو كل يوم اثنين الساعه 7 مساء بتوقيت الدوحه. نعم بدي اشكرك جزيل الشكر مقدمه برنامج مع وهيبه زميله وهيبه بوحلايس على هالحضور الجميل جدا. الله تحت الهواء وفوق الهواء وكل شيء حلو. شكرا لك وهيبه. شكرا جزيلا. موفقه ان شاء الله. الله يسعدكم. مشاهدينا الى فاصل يا هبه، وبعد الفاصل اخبار سينمائيه مع الزميله ماري تريس في كلاكات. ابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا وإلى أخبارنا السينمائية المنوعة مع الزميلة ماري تريز. وأهلا وسهلا بك ماري. صباح النور هبة. صباح النور مشاهدينا. يعني اليوم في عنا أخبار جديدة أيضا، أخبرينا وابدأي. يلا رح نبلش بفيلم الحركة يلي عم ينعرض بالصلاة، ديدبول أند وولفرين، يلي كتير نحكى عنه وفعلا عم بيحقق أرباح بإنجاز جديد لعالم مارفل السينمائي. حقق إيرادات عالمية تجاوزت المليار دولار أمريكي، وما زال عم ينعرض بالصلاة، وهو رقم قياسي جديد للعمل الأول من نوعه في عالم مارفل. ورغم ذلك بيقتحم نادي المليار دولار الأمريكي، وهالعمل هو من بطولة رايان رينولدز وهيو جاكمان، وبتدور أحداثه بإطار من الحركة لما بيعود ويد ويلسون بمغامرة جديدة وبيتعامل مع منظمة بتبين الوقت بمهمة سرية، وبيلاقي نفسه بمواجهة العديد من الأعداء الغير متوقعين. هل أول مرة بيجمعوا هالثنائي ديدبول وولفرين، وبعتقد محبي هالنوع من الأعمال محبي عالم مارفل وهالشخصيات تهتفوا على شباك التذاكر. أعتقد الأطفال كمان يعني رح يروحوا بقوة يعني مع وعم بلاقي نجاح، رغم أنه كان مارفل شوي في تزعزع بأعمالهم وكانوا عم بيعيدوا حساباتهم ووقفوا العديد من الأعمال ليرجعوا يعيدوا النظر ببعض الأعمال. بعتقد هيدا العمل رح يرجع يعيد مارفل شوي على يعني رح يرجع يقيم كمان الوضعية السابقة إذا كان يستحق فعلا فيما بعد أنه يرجع يكون في هناك إقبال عليه من قبل الناس والناقدين اللي كان عندهم أصلاً آراء مختلفة. أو هلا النقاد رح يضلون معيدين عالم مارفل، لكن شباك التذاكر هو كمان يلي بهم هالنوعية من الأفلام. رح ننتقل لخبر آخر، حيث أطلقت الشركة المنتجة لفيلم كوير النظرة الأولى على شخصية دانيال كريك ضمن أحداث هالعمل يلي عم بيشارك ببطولته جيسون شوارتزمان ودرو ستاركي وغيرهم من الممثلين، وهو عمل درامي تاريخي وسيرة ذاتية للمخرج لوكا غوادانينو، يلي بتدور أحداث العمل بفترة الأربعينيات بمدينة مكسيكو سيتي بالقرن العشرين، وبينجح لي بالهرب من قضية مخدرات في نيو أورلينز، وبينطلق برحلة عبر المدينة وبيلتقي بجندي مدمن تم تسريحه من الخدمة البحرية الأمريكية. هالعمل يلي بلشوا التصوير فيه المنتظر أنه يتم عرضه بمهرجان نيويورك السينمائي الدولي ب 6 أكتوبر المقبل، وهو عم بيشارف على نهايات التصوير. نعم الكثير من الأكشن دانيال كريك يعني ننتظر الأكشن والمغامرة. فعالم هوليوود مثير دايما ودايما في أعمال جديدة. رح ننتقل لفيلم آخر عم ينعرض بالصلاة، هو It Ends With Us،
يلي وصلت إيراداته كمان ل 80 مليون دولار أمريكي منذ طرحه ب 9 أغسطس الجاري بدول العرض حول العالم والعالم العربي. الإيرادات انقسمت بين 50 مليون دولار أمريكي بشباك التذاكر الأمريكي و 30 مليون دولار أمريكي بشباك التذاكر العالمي. هالفيلم بيحكي قصة ليلى بلوم، هي امرأة بتتغلب على طفولة صادمة لتبدأ حياة جديدة ببوسطن وبتطارد أحلامها يلي كان طموحاتها وحياتها وبتنفتح لها أبواب جديدة. بتلعب الصدفة لقاء مع جراح الأعصاب ريل، لكن عندما يقع الاثنان في الحب تبدأ ليلى برؤية جوانب من ريل بتذكرها بوالديها، وبعدها بيرجع إلى حياتها فجأة حب قديم وبتنقلب حياتهم رأسا على عقب. لكن هون رح تعرف كيف تتعلم الاعتماد على قوتها لتقدر تاخد خياراتها المستقبلية. كثير من النقاد والمشاهدين شافوا هالفيلم قالوا انه ساعدهم انهم يفكروا اكثر، انه لما يكون في علاقات مسيئه وعلاقات مرضيه وسامه بحياتنا كيف نتخلص منها. صحيح. فالفيلم بيعطي هيدا الرساله كيف نعرف نظهر من العلاقات السامه بحياتنا ونعرف نتخطى الصعوبات يلي منواجهها. نعم. العمل مبني على كتاب يلي كان الاكثر مبيعا بالولايات المتحده الامريكيه وبيحمل نفس الاسم It Ends With Us من تاليف الكاتب كولين هوفر. فيلم اسمه اصلا حلو كثير، ويعني بدل على انه الاعتماد بالنهايه على شخص وعلى المايند سيت تبعه وطريقه تفكيره للخروج من اي ازمات بيعاني منها. بتعرفي قرات بعض التعليقات على هذا الفيلم، وكانت يعني التعليقات يعني عم تحكي عن انه كيف الشخص مرات بدور بدوامه مع الاشخاص اللي بينبذهم وما بيحبهم، وبروح بيلاقي حاله بإطار هؤلاء الأشخاص، ومن ثم لا يصحى على حاله، يستيقظ يوما ما ويقول لا يجب فعلا أن تنتهي الأمور عندي وأن أغير هذا المسار وأذهب إلى مسار آخر جديد بالحياة. فهيدا الفيلم يعني موجود حاليا بالصلاة، ولكل بيحبه هالنوع من الأفلام ننصحكم أنكم تشوفوا. الخبر الأخير، وأفاتار قرروا صناع الجزء الثالث من سلسلة أفلام أفاتار عرض العمل بيوم 19 ديسمبر عام 2025 بعد سنة وثلاث أربعة أشهر، حيث استقر صناعه أنه يعرضوا هالفيلم بعنوان أفاتار فاير أند إير، وذلك وفقا لما أعلنه مخرج العمل العالمي جيمس كاميرون. وبالرغم من عدم طرح فيلم أفاتار الثالث بعد، لكن المخرج العالمي جيمس كاميرون أكد أنه عنده خطط للفيلمين السادس والسابع من هالسلسلة. وخلال مقابلة حصرية أجراها مع مجلة بيبل، تحدث هالمخرج اللي بيبلغ من العمر 69 سنة أنه عنده مشاريع ومشاركته، وقال أنه انتهينا من الفيلم الخامس بالكامل وعندي أفكار للفيلم السادس والسابع، على الرغم من أنني ربما سأسلم العصا في تلك المرحلة لمخرج آخر. كما تحدث أيضاً جيمس كاميرون عن رغبته في أن تصبح سلسلة أفاتار مثل سلسلة ستار وورز، ستار تراك، وقال كاميرون ستار وورز وستار تراك والسلاسل المختلفة يلي كانت موجودة منذ أن كنت طفلاً وكانت هي مصدر إلهامي، قدمنا فيلمين فقط من هالسلسلة ونحن الآن بمنتصف الطريق لنقدم فيلم ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع. وهالنوع من الأفلام عندها تأثير ثقافي مع مرور الوقت، وبدك تحط فيها كل قلبك وطاقتك. حلو انه مؤثر بافلام وبده يخلق عالم جديد، وقدر هو فعلا قدر يخلق هالعالم، بس ما يكون طويل مثل الجزء الاول. اذا سادس وسابع طويل. طويل جدا يعني غير انه هو الفيلم ساعتين و45 دقيقه، كان قريب ثلاث ساعات انا بتذكر، فكمان رح يكون في اجزاء كثير. فكمان هالسلسله من الافلام عندها متابعينا ومشاهدينا. من المتوقع انه مثل ما قلنا الجزء الثالث نقدر نشوفه بال 2025، من بعد الجزء الرابع 2029، واللي بعده بالجزء الخامس بال 2031. ان شاء الله يمشي بالخطه يلي مقررينها. نعم نعم، نحن بالانتظار بالحقيقه. وبدي اشكرك جزيل الشكر ماري تريز على كل هالمعلومات. نذهب مشاهدينا إلى عشاق كازابلانكا للكاتب المغربي الطاهر بن جلون، قصة مختلفة عن السائد تتناول الخيانة بنسيج روائي متين يطل على التغيرات الاجتماعية في المغرب التي تتنازعها العوامل التراثية القديمة
والحداثة الجديدة. تفاصيل مع الروائية فضيلة الفاروق في صفحات. الحب يبنى، يوطد، يصبح جلداً آخر لا ينتزع لنستبدله بسواه. هذا ما قاله بطلنا اليوم في رواية عشاق كازابلانكا للكاتب المغربي طاهر بن جلون والصادرة عن دار الساقي بيروت. بعد قصة حب مجنونة بين نبيل ولميا، توجت بالزواج وبطفلين جميلين ياسمين ومهدي، وبعد 10 سنوات من الحياة الهادئة الميسورة أطلت المتاعب عليهما من حيث لم يتوقعا. كل ما يحلم به شاب وشابة متحقق لبطلينا، هو طبيب أطفال وهي صيدلانية، وكلاهما ينحدر من عائلة برجوازية من مدينة فاس، مدينة التقاليد والأصالة. ورغم هجرة عائلتيهما إلى كازابلانكا، أعادوا إنشاء مدينة فاس بروحها وعاداتها. هم محافظون بالفطرة ويخشون الاختلاط، فمن أين تسربت حية الخيانة إلى هذا العش الزوجي الهادئ؟ يختار طاهر بن جلون أن تكون بطلته هي الخائنة، ليس لتأكيد اتهام المرأة بالخيانة كما قد يبدو للقارئ، ولكن لقلب قصة السيد التي نحفظها عن ظهر قلب، والذي يبيح لنفسه كل الخطايا مجبرا زوجته على مسامحته أو تقبل ذلك رغما عنها. حقبة المرأة الخاضعة في المنزل لم يعد لها وجود حتى لدى الفقراء. هذه حقيقة تضعها الرواية نصب أعيننا لنشعر بالتغيرات التي تهب ليس فقط على بلد مثل المغرب، بل إن زحفها يتمدد بإيقاع سريع مؤخرا في كل العالم العربي والإسلامي. لكن رصد التغيرات من الخارج ليس هدفا في حد ذاته بالنسبة لبن جلون، فقد عودنا في أدبه بالغوص في الأعماق وتتبع التغيرات منذ لحظة نموها الجنيني إلى مرحلة ظهورها للعيان بشكل مفروح. النسيج الروائي لبن جلون هنا مبني خاصة على التغيرات الاجتماعية في المغرب في عهد محمد السادس، بين الانجذاب بين قطبين التراث القديم والحداث الجديد، إضافة إلى اعتماد لغة سرد جميلة غير عصية على الفهم، وبث كم من هائل من المعلومات عن كتب وروايات وأفلام ومقطوعات موسيقية، لدرجة أن قارئ الرواية سيخرج بقائمة من الأعمال الأدبية التي سيرغب حتما في قراءتها. شخصيا بحثت عن مقطوعة موسيقية لتشارلي باركر بعنوان ليلة في تونس، وأنا أقرأ الفصل الخامس من الرواية، وهذه بيني وبينكم إحدى حيل البراعة في الكتابة الروائية لبعض الكتاب لجذب قرائهم وإبهارهم بمحتوى متميز. أما الإصرار على مواصلة القراءة فمرتبط حتما ببلوغ النهاية ومعرفة سر الزوجة الخائنة ومصيرها الذي لن أبوح لكم به لتكتشفوه بأنفسكم، وهو حتما خارج كل توقعاتكم. فضيلة الفاروق، حكاياتها وقصصها المميزة دائما. نعم، جميلة جدا هذه الحكاية، ونشكرها لأنه دائما هيك يعني بتوسع لنا آفاقنا فيما يتعلق بالمطالعة. روح أنا وأنت لفاصل ونواصل من بعده باقي فقراتنا. مشاهدينا، وصلنا إلى القسم الأخير من صباح النور. على مر السنين أنجبت ألعاب القوى المغربية أبطالا عدة من ذهب، بداية من سعيد عويطة، هشام القروج، نوال المتوكل، والقائمة طويلة. سفيان البقالي انضم إلى هذه الكوكبة من الأبطال بعدما عاد بميدالية ذهبية من أولمبياد باريس 2024 في سباق 3000 متر موانع،
للمرة الثانية على التوالي بعد ذهبية طوكيو 2022. البطل سفيان البقالي يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من مدينة إفران في المغرب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أنا جد سعيد بتواجدي معكم. أهلا بك سفيان، يعني أمس تم استقبالك من قبل ملك المغرب وتوشيحك بوسام العرش من درجة قائد، ماذا يعني لك هذا التتويج بداية؟ أول شيء هذا شيء رائع بالنسبة لي، حدث معي في المسيرة الرياضية ديالي، فالحلم ديالي هو أنني كان هذه البلاد الميداليات الذهبية في التدورات الكبرى من الألعاب الأولمبية الأخيرة، وكذلك الحلم اللي كان عندي يجي يوم من نعم هي إن شاء الله ونخدم نسيت من آيات ديال سيدنا نصرو أبي على حياتي الشخصية أولا وعلى المسيرة الرياضية ديالي. يعني يبدو أن هناك مشكلة قليلا في الصوت، يعني نحن طبعا سفيان نبارك لك هذا التتويج بالميدالية الذهبية، يعني حدثنا بداية أيضا عن الصعوبات ويعني ما مررت به قبل هذا التتويج. صراحة هو التتويج ماشي سهل هذه السنة، خصوصا بالنسبة لي هذه السنة كانت استثنائية، مريت مع عدة صعوبات، منها كانت عندي إصابة، من بعد الإصابة ما كانش عندي مشاركة كبيرة في الملتقيات الدولية، ففضلت أنني نبقى مركز فقط على تحضير الألعاب الأولمبية اللي كانت في باريس، ولكن الحمد لله يعني بفضل الطاقم اللي كيشتغل معايا سواء الطبي أو التقني، فقررنا اننا نبقاو غاديين بواحد الاستراتيجيه اللي هي خلاتنا ما نلعبوش سباقات دوليه كثيره باش نركز على الالعاب الاولمبيه، فالحمد لله عطات الاكل ديالها في الاخير وتمكنت من انني نفوز بالسباق اللي الكل تبع معنا. السباق اللي ما كانش سهل، كان صعيب جدا وسط كوكبه من العدائين الكبار. يعني بالحديث ايضا عن العدائين، الاكيد ان المنافسه تكون قويه جدا في هذه السباقات، هل تعرضت لمضايقات معينة من بعض العدائين ربما من كينيا أو من أثيوبيا؟ بالفعل يعني كما شاف السباق كما شافوا الناس بزاف يعني في السباق الآخر كانت مضايقات كبيرة من طرف العدائي الإثيوبيين. صراحة احنا أصدقاء ولكن يوم المنافسة يعني كيكون مختلف بالضبط، فكانت واحد شويه ديال الخشونه من العدائين الاثيوبيين، ولكن كنت من قبل يعني كنت مركز وكنت كنتظرها، يعني كنت كنتظر غادي تكون شي حاجه في السباق اللي ما غاديش تكون غادي تعجبني، ولكن كنت مركز 100%، وفي السباق كنت كي كنقولوا بالمغربيه كنقولوا فايق، يعني بقيت الوراء فقط، يعني كنت مركز على الدوره الاخيره فقط، فالحمد لله يعني ما تاتت لي الفرصه باش انني ناخذ المبادره، فكل شيء شاف كيفاش انني تحركت ومشيت لقدام وقدرت انني نفوز بالسباق. ولكن عادة يعني لنعرف تفاصيل أو كواليس هذه الرياضة وما يحدث قبل السباقات، هل هذه المضايقات يعني هل تدخل ضمن اللعبة؟ هل هناك فرق تخطط لها يعني أم تعتبر يعني عمل لا رياضي؟ شوف هي بالفعل هي عمل غير رياضي، ولكن هناك قانون، إذا كان التحام كبير ما بين عدائين أو تدافع كبير معتمد يعني معتمد من أحد العدائين، فهناك قانون يعني كي يقدر يوقف العداء أنه ما يفوتش بالسباق أو لما يحتسبوا أنه النتائج ديالو غير محتسبة، ولكن احنا اللي معروف هو انه في بطولات العالم او الالعاب الاولمبيه بحال بهذا الحجم هذا يعني كيكونوا بعد الخطط من البلدان اللي كيكونوا منافسين معك، مثلا كما شفنا في باريس يعني شفنا اثيوبيا كيفاش ضحاو بجوج ديال العدائين باش يفوز العداء ديالهم، ولكن العداء ديالهم الاخر ما استطاعش انه يفوز، هو اللي طاح معنا في السباق، كانت عندي واحد السقطه قبل من خط النهايه، دونك هذا الشيء كما قلت لك هو كاين الخشونه، ولكن يعني هناك قانون اصلا كيحمينا، يعني ما يمكنش اي عدائي يدير لي داك الشيء، فانا تعرضت لمضايقه
تعرضت للدفع في السباق، فمباشره عند الانتهاء ديالي من السباق يعني كون ما فزتش كان غادي تكون احتجاج للجنه المنظمه باش انهم غادي يرجعوا لذاك المقاطع واللحظات اللي كان فيها التدافع باش يشوفوا ذاك الظلم وذاك الشيء اللي كان تعرض ليه وسط السباق. نعم، ايضا كان هناك بطل بدون ميداليه هو محمد تندوف، يعني كان له دور كبير في السباق، هل كان هناك اي اتفاق بينكم قبل السباق ام يعني جاء مع مضايقات العدائين لك؟ لا وصراحة محمد اخي هو صديقي في التدريب وزميلي في التدريب، يعني احنا كنتمرنوا مع بعض، فيعني كان بيناتنا الحديث من قبل يعني في التسخينات وكذا، ما كناش واضعين خطه ولا استراتيجيه كيفاش غادي نفوزوا في السباق، فالهدف اللي كان عندي هو انني انا خصني نقلب على الميداليه وعاش خصني نقلب على احسن بلاصه يعني مركز رائع بالنسبه ليه. ففي السباق يمكن هو شاف بالضبط شنو كان واقع وكان الوراء، فلحظه من اللحظات تفاجات بانني لقيت محمد كاين في الامام ديالي، فلما انا فهمت بان الاخرين الادائي الاثيوبيين واضعين خطه، فتكلمت معاه في وسط السباق قلت له حاول تمشي لقدام، يعني حاول تمشي تسرع للامام، يعني فاش مشى لقدام فادت، يعني هما بالفعل كان عندهم ارتباك ما فهموش كي كنقولوا انقلب السحر على الساحر، يعني هو كان كيحسب لهم بان احنا دايرين خطه. فاحنا تكلمنا فقط وسط السباق، يعني في ديك اللحظه في الرابعه طلبت منه بانه يمشي للامام، فلما مشى يعني هما مابقاوش عارفين شنو غادي يوقع بالضبط، فالسباق اصبح بطيء جدا. نعم، طيب هذا الاولمبياد انتهى الان، والان تحضير الى القادم، اولمبياد لوس انجلوس 2028، هناك 4 سنوات على انطلاق هذا الحدث، خلال هذه السنوات الأربعة كيف يحضر سفيان لهذه المسابقة؟ فبرنامج سهل بالنسبة لي، فأنا مباشرة بعد انتهاء الألعاب الأولمبية باريس أنا الآن بمدينة إفرا لاستعداد ملتقيات دوري ماسي المقبلة على بعد 10 أيام، بعد دخول فترة راحة. السنة المقبلة عندي بطولة العالم، يعني 2025 عندي بطولة العالم بطوكيو، 2027 عندي بطولة العالم أخرى، يعني السنوات غادي تدوز بسرعة بسبب بطولة العالم اللي موجودة، إن شاء الله 2028 غادي تكون ألعاب أولمبية، يعني غادي تدوز دغيا وغادي يجي الوقت دغيا إن شاء الله. نعم، طيب سؤال أخير بالعودة إلى ما حصل بالأمس التوشيح الملكي، نريد أن نعرف ما الحديث الذي دار بينك وبين ملك المغرب؟ فبالفعل سيدنا الله ينصره فهو الرياضي الأول عندنا بالمملكة، فهو دائما كيعاوننا دائما كيساندنا، احنا ماشي غير انا كاع الرياضيين ديال المغرب، فأول شيء كنشكره مرات أخرى على الدعم ديالو على المواكبة ديالو للرياضة الوطنية، فشكرا جزيلا ليه. فالأمس كان لي حديث معاه خفيف، يعني هنني شكرني على كل ما قدمت لبلادي وعلى الإنجازات اللي كنقوم بها، فأنا جيت سعيد بهذا الشيء هذا، وجيت فخور بأنني وصلت لهذ المراتب هذه، ومازال إن شاء الله كنطمح باش أنني ندي بلادي ميداليات أخرى إن شاء الله في بطولة كبرى مقبلة. وسفيان ميداليتك وين موجودة؟ ميداليتي هديتها لصاحب الجلالة الأمس، يعني الآن أنا ما عندي ميدالية أهديتها للملك. نعم صاحب الجلالة هو أكثر واحد يسهل في البلاد. على العموم البطل والعداء المغربي سفيان البخالي كنت معنا مباشرة من إفران، نبارك لك مجددا وشكرا جزيلا لك. مشاهدينا نبقى في الرياضة ونتعرف معا إلى فريق النسور في سوريا، أعضاؤه يعانون من إصابات وإعاقات بسبب الحرب، فوجد هؤلاء الرياضيين بارقة أمل في فريق كرة قدم لمبتوري الأطراف يعالج جراح الروح التي خلفتها جراح الجسد. نتابع. أنا كنت لاعب سابق في الغوطة الشرقية قبل الإصابة، عندما بترت قدمي يعني كنت يأسان شوي من الحياة، فرجعنا بعد ما طلعنا على الشمال السوري كملنا حياتنا،
ورجعنا أسسنا فريق كرة قدم للمصابين مبتولين الأقدام. نحن الآن عندنا 20 لاعب، 17 مبتولين الأقدام وثلاث حراس مبتولين اليد الواحدة. هذا قانون كرة قدم مبتولين الأقدام. الحمد لله رب العالمين، أول ما بلشنا نحن بلشنا باثنين أو ثلاث لاعبين، شوي شوي حتى العالم استوعبت هالفكرة هاي من عندنا وبلشت تجي الشباب، والحمد لله رب العالمين صار عندي فريق مثالي. شاركنا ببطولات كثيرة والحمد لله كنا الحمد لله الفائزين، لعبنا أصحاء الجسم وفزنا عليهم فترة. جانا نشاط من ثلاث سنوات إلى ولاية مرعاش، طلع لنا نيكو لعبنا مع فريق مرعاش، هن مصابين مثلنا وفزنا عليهم 2-1. هون لعبنا دوري كمان، أخذنا بطولة الشمال، كان في عندنا أربع فرق من المصابين، أخذنا بطولة الشمال هون الحمد لله، وحاليا شاركنا بدوري للأصحاء. كانت مشاركة كتير جميلة، طلعنا من الدور الأول إحنا ما كملنا، بس الحمد لله كتير كتير العالم بسطت من الأداء اللي قدمناه. ومن الضعف قوة. نعم هبة. صح. يعني مش غلط أنه حتى لو الأشخاص يمكن فقدوا، يعني كان عندهم يعني ربما هذه المعاناة وفقدوا جزء من جسمهم أيضا، مش غلط أنه يدوروا على الأمل، يدوروا على الأشياء اللي بيحبوها، وأنهم يحاولوا أنه يمارسوا الرياضة، يمارسوا هواياتهم. دائما الأمل موجود، ودائما لازم يكون في هناك دعم لهؤلاء الأشخاص جسديا، صحيا، نفسيا. خلينا صحيح نقول. يجب أن يكون ذلك أصلا من الدولة ومن المؤسسات والمنظمات اللي لازم أنه تدعم هذه الحالات. نذهب أنا وأنت إلى أين الآن؟ إلى المطبخ. ما نشوف شيف طارق وين صار بالأطباق، بالمبكبكة، بالبقبقة. أنا مش عارف أقول هالمبكبكة. أعلمك النطق الصح. شوي منكم معكم. نعم تفضل. أهلا وسهلا مشاهدينا، ورجعنا لكم في الفقرة الأخيرة، ونقدم الأطباق الحلوة بتاعتنا بعد ما استوت، وبرضو نعمل كده طبق لحمة حلوة، شوية لحمة خدتهم من الظهر بشوحهم في شوية ليا وأوريكم نعملها إزاي. بس قبل ما نطلع ونعمل اللحمة، عندي هنا رشة شبت، خليني أفرجكم المبكبكة بعد استوت. أيوة حلوة اللقطة دي، شايفين؟ بنحط الشبت في الآخر كده يكون المكرونة جاهزة. شبت في الآخر عشان بس يدي الريحة الحلوة وقت الأكل. فأدي كده المبكبكة جاهزة، تعالوا بقى نغرفها مع بعض. شايفين؟ مكرونة الحمد لله مفيش حاجة لازقة في الحلة، وأحلى مكرونة هتجربوها النهاردة إن شاء الله زي ما اتفقنا، سهلة خالص أهي. طيب نجيب عندي رشة من البقدونس على مكرونة، في بيسموها في الخليج مكرونة الطيبين، يعني هي تسموها اللي تسموها، المهم أكلة النهاردة خلصت. المبكبكة زي ما انتم شايفين باللحمة، حطينا البطاطس كلها في حلة واحدة رهيبة، نحطها هنا في السفرة ونرجع نشوف الطبق بتاعنا. طيب أنا عندي هنا، نعلي النار شوية، شوية لحمة جبتهم من الظهر خروف، بعد كده قطعناهم قطع صغيرة زي ما انتم شايفين، زي ما بيسموه عصافير أو قطع صغيرة أهم. هنضيف لهم ايه بقى؟ هنضيف لهم شوية ملح وفلفل، ما بنكترش عن كده، وصفة سهلة مش محتاجة شوية لحمة، يعني شوية ملح وشوية من الفلفل الأسود. طبعا لما نقول لحمة يعني شوية روزماري فريش، لأن دول بيدونا نكهة حلوة جدا مع اللحمة. ندي التقليبة، أهو الروزماري أول ما بيجي على النار بيطلع ريحته خرافية. نشوح ده كله مع بعض، وننزل عليهم بشوية طماطم شيري. عارفين انتوا الوصفة السريعة دي اللي ما بتاخدش وقت خالص، اهي هي دي. نوطي بقى النار شوية ونسيبهم يتشوحوا مع بعض، والطماطم تنزل شوية مية فتعمل لنا ايه صوص جميل لطيف. هاهم هنسيبهم بقى على جنب، بعد كده نغرف الكمونية. نجيب بس ادوات الكمونية جنبنا، عندي شايفين شكلها عامل ازاي بعد ما استوت؟ اهو هو ده الشكل بتاع المطلوب. الصوص تقل، البصل استوى، الصلصه، كل حاجه. نبدا بقى نغرفها.
شاء الله يكون عجبتكم وصفات النهاردة إيه؟ لطيفة. طبعاً اللمسة التونسية عشان نكملها صح، عندي حباية من الفلفل الأخضر، شوية بصل أبيض أهم، مع شوية بقدونس، وبكده تكون جاهز معانا أحلى كمونية بالكبدة. أهي خلصت، نحطها على السفرة ونرجع نشوف اللحمة بتاعتنا أخبارها إيه. طبعاً أنا مجهز عصير النهاردة بالمانجا والآيس كريم كالعادة، بما إن إحنا في موسم المانجا. طيب نيجي نشوف اللحمة، خلاص استوت. طبعا النهاردة الكمونية لازم كان تبقى عايزة معاها خبز باجيت، بس أنا بصراحة نسيت أجيب، ولكن نقدر إن شاء الله نتصرف بأي لقمة خبز وناكلها. نزل شوية اللحمة أهو. وصفة بتاخد بالظبط 10 دقايق على النار. كده جاهزة معانا، ونجيب العصير بتاعنا. العصير عبارة عن ايه بقى؟ قبل ما نحط العصير ونصبه، عايز بس افكركم بوصفة المبكبكة عملناها ازاي، عشان بس تبقى كل حاجة واضحة. عندي حمرت اول حاجة اللحمة، سلقتها نص سوا، بعد كده شوحتها مع البصل والزيت الزيتون، بعد كده ضفت عليهم الصلصة والبهارات وعصير الطماطم، سبتهم يتسبكوا مع بعض، وحطيت عليهم البطاطس تستوي شبه 80%، بعد كده بنضيف عليهم زيت زيتون بمقدار معلقتين كبار، وعليهم المكرونه بتاعتنا اللي بالحجم ده، بعد كده تستوي نسيبها حوالي ربع ساعه تبقبق براحتها ويطلع معانا الشكل النهائي. بعد كده الكمونيه نفس الكلام، شوحت الكبده، كبده الخروف مع البصل والصلصه. اهلا اهلا اهلا، ادي المبكبكه. نعم نعم، مبكبكه. يا سلام، عصير مانجا، مانجا مع ايس كريم مع باشن فروت. السريع على طول كده. شكل الكوبايه الثالثه مش هتكفي، مش مشكله. معلي ماري تريز ما حيطلع لك، نعتذر. خلاص ما لهاش نصيب. اعتذر منك ماري تريز، تفضلي. بألف هنا والشفا. ايه رايك بقى، اول مره تسمعنا؟ انا دايما بسمع عنها بس ولا مره لقيتها عند الاسم يعني صراحه. اكله ليبيه مشهوره جدا، ما فيش شاب ما فيش حد ما بيعرفش يعملها هناك، وانا اتعلمتهم اصلا لما كنا في سكن الجامعه مع بعض. الشباب اللي علموها لي من الليبيين. من الليبيين، كنت بناكلها مره كل اسبوع تقريبا، يعني بالطريقه الاصليه. بالطريقه الاصليه، ورشه الشبت والبطاطس دي قليل اللي يعرفوها. الطريقه الاصليه بتاعتهم، وفي بيعملوها بالفراخ، في بيعملوها بالجمبري، انا عملتها قبل كده بالروبيان، كانت حلوه قوي. حلو كتير. طيب شو عملنا اليوم؟ هيك نذكر اطباقنا اليوم شو عملنا. بكبكه اللحمه، المكرونه والصلصه والبطاطس، ورشه الشبت في الاخر، وبعد كده عملت هنا الكمونيه الكبده اللي نقدر نعملها باللحمه ونقدر نعملها بالفراخ بكذا بروتين يعني، وبعد كده عملت هنا شويه لحمه متشوحين بروزميري وطماطم شيري وملح وفلفل اسود. هذا بنحط شي معهم مثلا وهيك لحالهم هن لوحدهم معهم طيبين هيك لحالهم بلقمه عيش كده جميله جدا. المبكبكة بيحطوا عليها جبنه او بيزيدوا عليها يعني عم نحاول كده هيزعلوا مني. هيزعلوا مني. لا لا ما بنحط عليها جبنه ابدا، مش جبن، هي حلاوتها في ان من غير جبنه، هي زي ما هي كده على طول. نعم، من غير جبن خالص. في هبه بتحب تحط جبنه على كل شيء. خلاص هعمل لك المره الجايه مكرونه بجبنه مخصوصه ليك. شكرا لك شيف. شكرا يعني نحن وصلنا الى ختام حلقتنا يا عهد. ختام حلقه اليوم مشاهدينا، نامل ان تكون قد نالت اعجابكم. غدا لقاء جديد، وفي حلقة الغد متى تكون الولادة القيصرية ضرورية؟ نعم، ولدينا موضوع أيضا عن كيفية تحويل المواد القديمة إلى قطع جديدة وفريدة من نوعها، بالإضافة طبعا إلى العديد من التقارير والفقرات المنوعة. تابعونا غدا وكل يوم على قناة العربي 2. إلى اللقاء. إلى اللقاء.